مساء الخير على حضراتكم كل مشاهدي قناة تي في في كل مكان. حلقة خاصة جدا من برنامجكم الأسبوعي ربنا موجود. الحقيقة أنا بقول إنها حلقة خاصة جدا لأن إحنا بنعيش حالة كمان خاصة وأحاسيس ومشاعر خاصة. قد إيه الإنسان لما بيفارق الناس اللي بيحبهم، أو هم بمعنى أصح اللي بيفارقوه، بيمشوا من الكنيسة المجاهدة للكنيسة المنتصرة، بعد رحلة من الجهاد، بعد رحلة من الاستعداد، بعد رحلة وحياة بتكون حافلة الإنسان بيكون استعد فيها وملأ آنية الزيت بتاعته عشان يستعد للقاء العريس. اللحظات دي بتكون صعبة علينا لأننا بنفارق الناس اللي احنا بنحبهم، زي ما احنا دلوقتي بيفصل بيننا وبين جسد الأب الفاضل والأرخن المتنيح دكتور ثروت باسيلي مجرد خطوات من مبنى القناة اللي احنا موجودين مع حضراتكم فيه دلوقتي وبين كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة اللي موجود فيها جسد دكتور ثروت. أحاسيسنا ومشاعرنا وإحنا بيفصل بيننا وبينه خطوات، وإحنا بنفتكر اللحظات اللي كنا بنسمع صوته فيها، اللي بيكون موجود معانا فيها، إحساسنا بأنه موجود حتى لو ما كانش معانا في المبنى هنا، في أي لحظة بنحتاجه وبنلجأ له بنكلمه بنبعت له بيجاوبنا. هو نفس الأحاسيس والمشاعر اللي أي حد فينا بيحسها لما بيكون عنده شخص عزيز عليه وقريب منه، حتى لو مسافر وموجود في بلد تانية، لكن إحساسك بوجوده ده في حد ذاته بيديك سعادة. إحساسك بوجوده بيديك أمان. لحظة انتقاله بتوجع، بتأثر فينا، بنحس بالفقدان بالألم، يمكن بنحس اللحظات قد إيه الدنيا فاضية علينا. لكن خلينا نفكر في نفسنا شوي، نفكر ان اللي سبقنا للكنيسة المنتصرة ده ازاي عاش حياته على الارض، وازاي استعد، وازاي فكر كويس جدا ان اعماله دي هي اللي هتوصل. النهاردة من خلال حلقة ربنا موجود، الموضوع اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم لازم يكون درس لكل انسان فينا، ازاي نكون مستعدين للقاء العريس، ازاي نفكر في حياتنا الأبدية ما نتمسكش بالحياة الأرضية. في الحقيقة احنا كتير بنستعد لكل حاجة في حياتنا، اذا كان امتحان، اذا كانت رحلة، اذا كانت مناسبة، لكن نيجي لأهم حاجة المفروض اننا نستعد لها، الحاجة اللي ممكن في لحظة تكون مفاجأة ما نعرفش معادها، واللحظة دي ممكن تكون قريبة جد اكتر مما نتخيل او نفتكر. لحظة النهاية، يا ترى لحظة النهاية دي هيكون شكلها ايه؟ هنروح فين؟ مستعدين ولا مش مستعدين؟ خلينا نفكر ان لو اللحظة دي هي دلوقتي، هي اللحظة الجاية، هي بعد 5 دقايق، هتقف قدام العريس هتقول له ايه؟ هتقول له يا رب انا قدمت لك ايه طول حياتي؟ هتقول له استنى شوية اصلي ما لحقتش اتوب، استنى ما عنديش كلام، استنى ما عنديش اعمال، ولا هنعمل زي العذارى الجاهلات الزيت خلص نلحق نجري عشان نملى الانية بتاعتنا في اللحظة دي تقفل الباب، ومهما اتكلمنا ومهما نادينا واحنا واقفين على الباب خلاص الوقت انتهى. الشاطر اللي بيملى الآنية بتاعته، الشاطر اللي بيكون مستعد، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة. زي ممكن نكون مستعدين للقاء العريس؟ هي لحظات صعبة جدا، لكن الأصعب من إننا نزعل على حد بنحبه قوي فارقنا، لازم نزعل على نفسنا. لو اتكلمنا عن دكتور ثروت باسيلي وعن أعماله، مش هقول أعمال الخير وأعمال العطاء وأعمال الرحمة، لأنه هو بيدي طول الوقت، ما كانش بيحس أنه بيدي وبيعمل خير لحد، لكن كان بيعمل ده بحب. وأهم حاجة في الحياة الحب، قدم حب، ادي عشورك بحب، ادي من وقتك بحب، عيش حياتك كلها بحب. وقت رحيلك كل الحب اللي انت زرعته ده هيكون حواليك. واعتقد حضراتكم النهارده تابعتوا في الموكب بعد وصول جسد دكتور ثروت والرحله من المطار لغايه كنيسه العذراء والأنبا شنودة هنا بمدينه السلام، احاسيس الناس اللي كانت حواليه، عيلته، اولاده، احفاده، كل دول كانوا وزنه ربنا ادهاله قدر يتاجر فيها ويكسب فيها يربح فيها. الوزنه اللي ربنا ادهاله رجعها له، خد يا رب انا تاجرت وربحت فيها. خلينا نفكر النهاردة في حياتنا، كم واحد فينا مستعد انه يدي ربنا وزنته اللي هي وقته اللي هي بيته اللي هي ولاده، ويقول يا رب انا ربحت في حياتي. الحقيقة خلي انتقال الناس القريبين مننا يكون درس لكل واحد فينا،
الكنيسة علمتنا في صلاة النوم وإحنا بنقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. فرصتك لسه موجودة وحياتك لسه على الأرض، يا ترى هتعمل إيه؟ هنتأمل أكتر في صلاة النوم، في صلاة نص الليل، وهنشوف إزاي الكنيسة بتدرجنا من صلوات السواعي لصلاة الغروب لصلاة النوم لصلاة نص الليل في رحلة فعلا رائعة ودرس هيخليك تنمو وتمشي مشوار حياتك على الأرض وانت طول الوقت بتقدم توبة وبتكون مستعد. دلوقتي نخرج مع حضراتكم الفاصل، وبعدها نرجع نبدأ معاكم حلقتنا كلمات التعزية وحياة الاستعداد، وخصوصا واحنا على أبواب استقبال سنة جديدة لازم ندي حساب الوكالة بتاعتنا عن السنة اللي فاتت، ونشوف ونفكر ازاي هنبدأ سنة جديدة بشكل مختلف وعهود جديدة مع ربنا. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. شايف، ربنا سامع، ربنا عارف كل اللي بيجرى، ربنا دايما بيتصرف وبيعمل من أجلك، ربنا موجود في كل مكان في كل زمان، ربنا موجود مع كل إنسان فينا، حاسس بيك، عارف احتياجاتك، وله طرق كتيرة مش ممكن تخطر لك على بال، يقدر بيها يدبر كل احتياجاتك. شعورنا بوجود ربنا معانا بيدينا طمأنينة، لأن اسم الرب برج حصين بيلجأ ليه الصديق وبيتمنع، زي ما قال المزمور: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. باسم الرب وقف إلي النبي قدام أخاب الملك، وباسم الرب كمان وقف موسى وهارون قدام فرعون، وباسم الرب وقف بولس الرسول أمام فستوس وأغريباس. وجود الرب كان في حياتهم سبب قوتهم، وعشان كده لازم دايما نقول وكلنا ثقة: ربنا موجود. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وكونوا مستعدين. الحقيقة أن ده مش أمر، لكن نصيحة، لكن طلبة، لأن أكتر ما أنت حريص على حياتك الأبدية ربنا بيدور عليك، ربنا عايزك، ربنا مجهز المكان اللي فوق في السماء عشان أولاده، هو عايزك. أنت بتحاول، بتحارب، بتقع، بتقوم طول الوقت، بتتعرقل طول الوقت، الشيطان بيضحك علينا طول الوقت، الشيطان بيتمنى أنه يسرق مننا أبديتنا ويضيعها، لكن الشطارة أنك تثق أن إلهنا أبونا عايزنا وبيجهز المكان ده علشان. يا ترى احنا هنسمع صوت مين؟ هنكون مستعدين ولا لأ؟ في نهاية عام لما بنقع في تجربة زي ما كنت بتكلم في مقدمة الحلقة النهاردة، إننا بنفقد إنسان عزيز وغالي علينا،
يا ترى بس بننساق ونغرق في أحزاننا، ولا بنشوف إن ده درس لينا ونتعلم من حياته؟ لو كلمنا تحديدا عن دكتور ثروت وإحنا بنودعه يعني في اللحظات الأخيرة، وإحنا أحاسيس ومشاعر كتير مختلطة، الحياة هي اللي مسيطرة علينا، لكن السطر الأخير في قصة حياة الإنسان يا ترى هيكتب فيه إيه؟ خلينا نفكر النهاردة في اللحظة دي، السطر الأخير في حياتنا ممكن نكتب فيه إيه؟ خلينا النهاردة نرفع كده قلوبنا ونقول لربنا يا رب السطر الأخير من حياتي أنا عايزك أنت تكتبه، وديني أن أنا أكتبه بالطريقة اللي ترضيك. نعتبر أن دي مش آخر السنة، لكن لو دي آخر حياتنا اللي ربنا سمح بيها أننا نكون عايشينها على الأرض، يا ترى هنختم رحلتنا وحياتنا إزاي وإزاي نكون مستعدين؟ ده هيكون موضوع حلقتنا. بيسعدني ويشرفني يكون ضيفي القس رفائيل رجائي، كاهن كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمساكن شيراتون. أهلا بيك يا أطول. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. حلقتنا النهاردة عشان ناخد كلمة تعزية، عشان ناخد عبرة ودرس اننا نكون مستعدين في حياتنا، وبكلمات التعزية اللي يعني هناخدها من قدسك النهاردة يتحول الحزن اللي في قلوبنا لحالة من الرجاء والفرح بوصول أحبائنا للسماء اللي سبقونا. في البداية ونحن نودع راحلنا الكريم الأرخن الشماس الدكتور ثروت باسيلي، أود أن أتوجع بالعزاء لزوجته المباركة وأولاده المباركين وإخواته اللي أنا أعرف غالبية الأسرة وخاصة هم يسكنون في منطقة الكنيسة عندنا في شيراتون، وأتقدم بالعزاء لكل الشعب القبطي وخاصة للعاملين في قناة سي تي في. الحقيقة هو كان إنسان مثال للمستعد، وإنسان مدقق في حياته حتى آخر لحظة في حياته، وأنا بشعر إن هو نموذج لكل كلمات الكتاب المقدس التي قيلت عن الاستعداد وعن السهر الروحي ولآخر لحظة. والحقيقة أود أن أشير لجانب آخر تاني في حياته، وهو أنه منين جاب كل هذه المواهب وهذه الوزنات التي تاجر فيها. من معرفتي بالأسرة وبإخواته أجد أن كلهم ملتزمين نفس الالتزام، سواء من ناحية معرفتهم بالله، التزامهم الشديد جدا في حضور القداسات والمواظبة على الاعتراف والتناول. يعني إحدى أخواته كانت بتقول لي إن إحنا لازم ندخل الكنيسة في الصباح قبل أبونا، قبل رفع باكر، ولازم نكون قبل أبونا. الذين يبكرون إلي يجدونني بيعملوها بالحرف. وإحنا تعلمنا كده من بابا وماما، علمونا كده. إذن هو جاب هذه التعليم من الأب والأم، وأيضا أن كل إخواته ليهم نفس سمة العطاء في كل مناسبات الكنيسة، كانوا الحياة بيقدموا عطاء للكنيسة. وأيضا الأب والأم غرسوا في أولادهم هذه الشجرة الجميلة فأثمرت هذه الثمار. والحقيقة برضو أن أفراد الأسرة أنا أعرفهم كلهم ليهم نفس الطباع في معرفة الله، في العطاء، في الالتزام في حياتهم الروحية، التدقيق في حياتهم الروحية، الصلاة باستمرار، الله هو الأول في حياتهم كلهم. ودي حاجة جميلة جدا. يعني الحقيقة هو نموذج نقتدي به، وخاصة وإحنا بنودعه وإحنا كمان داخلين على نهاية عام وبداية عام. إذا كان هو الآن استراح من أتعاب هذا العالم، وإذا الآن هو بنى قصر كبير، السيد المسيح لما تكلم وده لحد الكنوز اللي إحنا بنقراه في مقدمة الصوم الكبير، قال أين كنزك؟ أين قلبك؟ أين عقلك؟ بس خد بالك، إذا كان كنزك مرتبط بالأرض قد يفسده سوس، قد يفسده صدأ، قد يأتي السارقون وينقبونه. خلي كنزك في السماء حيث لا يفسده سوس، لا يفسده صدأ، لا يستطيع السارقون أن ينقبونه. فرحلنا الكريم بنى قصر كبير في السماء، وكنزه الحقيقي في السماء. وفي الأخير قال إن قداسة البابا شنودة الثالث قال إن كل المال على الأرض لا قيمة له، القيمة في المال الذي تعطيه للفقراء والذي تصنع به أعمال صالحة، حيث يكون هذه الأعمال تتبع الإنسان في السماوات.
الحقيقة سلوك دكتور ثروت في حياته كان لينا قدوة ومثال. ودايما الواحد بيحس ان وصية الكتاب كلمات، يعني شيطان لما بيضحك على الانسان بيحسسه بصعوبة تنفيذ الوصية وهو بيقرأ. يعني ايه اعيش في الحياة من غير ما اتمسك بيها؟ ازاي يبقى عندي اموال وعندي ممتلكات وما اتمتعش بيها؟ انسان كل ما ربنا بيديه لما الشيطان يضحك عليه يبقى خايف انه يدي لحسن اللي عنده ينقص، لكن الشاطر اللي بيعرف ينفذ وصية الكتاب بفرح اكيد بيحس بفرق كتير قوي في حياته. اسمح لي قدس ابونا انوه على كل السادة المشاهدين ان احنا في استقبال تليفوناتكم وتعزياتكم واسئلتكم على ارقام البرنامج اللي هتكون معاكم على الشاشه طول الحلقه. كمان معنا على التليفون دلوقتي القمص هدرا عبد الشهيد كاهن كنيسه القديسه العذراء مريم انا. اهلا بيك قدس ابونا. اهلا بقدسك. قدس ابونا استاذنك بس نوطي التلفزيون وقدسك اسمعنا من التليفون بس. قدس ابونا استاذنك خليك معانا من التليفون بس يا قدس ابونا. مع قدسك اتفضل يا قدس ابونا. انا بابا قبل كده اتكلم. انا قبل كده ايوه بابا انا اتكلمت قبل كده وكنت اعزي بشاره الاسره وكل الاحباب واحبابه بالدموع، لكن النهارده انا بهمني بعد ان قصرت الكلام. انا قبل كده شاركت بالعزاوات وشاركت الجميع بالبكاء والدموع، ولكن النهارده انا بهمني. قدس ابونا من فضلك اسمعنا من التليفون بس ونطفي التلفزيون خالص بعد اذنك. تفضل يا قدس ابونا سامعين. انا كنت بعادي قبل كده بالدموع ومع احبابه ومع قناه شفيه، ولكن النهارده صدقوا كلام غريب. انا بغني بعد ان تاثرت بكلام الرب على جسام قدس الباب وبدروس الذي قال الذين يحبونهم لا يموتون، الرجل الكريم احب الله واحبه الله فهو لم يمت لانه حي عند الله. عشان كده اقول للجميع واقول لنفسي لا تبكي في سبب ويقول للذين يموتون في الرب. نعم يقول الروح القدس منذ الان يتركون اصابهم. كان تعبان الدكتور وكان يشفى من اجل خلاص الجميع، وكان يعطي بسخاء ولا يحيي ولا يعيط، وعند الان اما الان دلوقتي يتركون اطعامهم واعمالهم تدفعهم لا تحد ولا تحصر. فهو كان انجيل المعاش وكتاب مقروء لا تكفي كتب او مجلدات لتكفينه، وقد تمجد الله في اعماله التي لا تحد ولا حصر لها، مطيعا كلام الله بصدق، عاملا على تنجيب الله في كل عمله وفي كل سبب، يبحث عن سبب وتوبة الخير الآخرين، خلص الكثيرين، شاف بطيبته بسيرته العطرة وأعماله الصالحة، كما يقول الكتاب يروا أعمالكم الصالحة، فإذا بدوا أباكم نجد السماوات، ولكنه الآن أسمع الآن ادخل إلى فرح سيدك، وأي فرح عظيم مثل هذا الذي في هذا الرجل المبارك. ماذا هذه السيرة العطرة؟ السيرة الذي تمجد أولاد الله، نقول لأهله ونحبيه لا تحسنون، وأقول للجميع كونوا ثابتين في الإيمان الذي ورثتوه من هذا الرجل العظيم، هذا الذي باع كل شيء واشترى كالعلاء غالية الثمن. ونحن نسأله أين أنت الآن يا حبيبنا؟ وماذا رأيت؟ إذا رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن الأرض الجديدة والسماء الأولى مطرة. أيضا يا أحبائي هذا الرجل، نقول أيضا هذا، أنت شايف في معاك دلوة في الأبدية
حيث القديسين وحيث الأبرار يقولوا رأيت سماء جديدة وأرض جديدة وأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. ده يكون عزائنا عزائنا وتسبونا عزائنا انه في السماء, عزائنا انه في احضان القديسين اللي هو احبوهم, عزائنا انه وصل للكنيسه المنتصره اللي جاهد طول حياته عشان يوصل لها. شكرا ليك القمص هدرا عبد الشهيد, ورغم الم الفراق واللي احنا حاسينه في صوت ابونا, لكن العزاء زي ما قدسه كان بيقول دلوقتي ان احنا نبقى عارفين حياه الشخص اللي كان موجود معانا على الارض كانت ازاي, اعماله تشهد له. الحقيقه ان ربنا سمح في خلال ايام قليله ولسه اللي هيظهر اكيد اكتر. ربنا دايما بيحب يكرم ابنائه, أكرم الذين يكرمونني, وده حصل. كل يوم بنسمع مواقف مختلفة. وتسابونا النهاردة بنتكلم عن حياة الاستعداد وازاي الإنسان يكون مستعد. يمكن كلمات, يمكن بنيجي في بداية نهاية سنة وبداية سنة جديدة ونفضل ندي في عهود ووعود لربنا, ونيجي في آخر السنة لو فكرنا نحاسب نفسنا لقي نفسي ما عملتش أي حاجة من الوعود اللي أنا وعدتها, بندي حاجات أكبر من طاقتنا. على العكس لو بصينا لناس تانية زي مثلا دكتور ثروت, الحياة بشكل عام مش مرتبطة ببداية سنة ونهاية سنة. أيوة. طول الوقت في استعداد. أيوة. المعادلة دي تتحقق إزاي؟ إزاي أستعد؟ إزاي أدي وعود على قدر طاقتي وأقدر أنفذها وتكون الوصية مش تقيلة علي؟ أيوة. إحنا طبعا انظروا نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. هو نموذج قدامنا راحلنا الكريم المتناح دكتور ثروت باسيلي. لكن المهم, طب وأنا لما بنروح نزور البابا كارولوس في دير مريمينا واحنا راجعين بقول لهم طب احنا خدنا بركته وهذا الانسان القديس العظيم اللي الكنيسه اعترفت بقداسته, طب واحنا؟ احنا لازم نتعلم منه ولازم نستفيد. انا مش بس ان انا هشوف انسان مبارك وعمل اعمال صالحه, لازم انا ابتدي اقعد مع نفسي. اذا يبدا الاستعداد ان انا اقعد مع نفسي واحاسب نفسي, ويكون حساب قوي ويكون بالتزام وبصراحة مع النفس, والحساب ده يكون دقيق. والحساب دوت بعض الناس بتحاسب نفسها كل سنة, لكن في ناس كل شهر, في ناس كل أسبوع, في ناس كل يوم, في ناس وهو طالع كل سلمة على السلم بيحاسب نفسه. إذن على قد ما الإنسان هيحاسب نفسه على قد ما هينمو روحيا وهيكون مستعد. دي أول نقطة. النقطة التانية بعد حساب النفس تقديم توبة لله. في واحد وقع في خطيه ومش بيقدم توبه, يبقى اذا الاستعداد المستمر ان انا اقدم توبه. راحلنا الكريم كان مستمر في الكنيسه, يا يروح الشغل يا يروح الكنيسه. فاذا انا لابد ان انا يكون الله هو الاول في حياتي واقدم توبه لله باستمرار. الانسان الروحي هو الانسان الذي يقدم توبه مستمره, يكون مواظب مثلا على سر التوبه والاعتراف. بعد ما يتوب هيروح يعترف بخطاياه ويقر بخطاياه لله في سمع الكاهن وياخد حل, ثم يتقدم للتناوم جسد الرب ودمه. اذا لو عايز اكون مستعد طول السنه اواظب على وسائط النعمه, يعني نبتديها بالمحاسبه, محاسبه النفس, ثم ان انا بالتوبه, وان انا يكون في وسائط نعمه, اعتراف وتناول, صلاه تناول واعتراف. وسائط النعمه دي هي اللي هتخليني باستمرار مستعد باستمرار. قراءه الكتاب المقدس هتديني معرفه لاحكام الله ووصايا الله. مخطئ في حق نفسه اللي مش بيقرا الكتاب المقدس, لان احنا في الصلاه بنكلم ربنا لكن هو بيجاوبنا في الكتاب المقدس. اللحظه الصعبه بتكون بدايه فتح اول صفحه في الكتاب. أي. الشيطان بيحسسنا بتقل للخطوه الاولى, لكن أي. اعتقد اللي جرب وده انه مجرد ما يفتح الكتاب بيلاقي نفسه مش شبعان وعاوز يقلب الصفحه اللي بعدها واللي بعدها, وازاي ربنا كنت حارم نفسي من كل الجمال ده والنعمه دي. اسمح لنا يا اتسابونا ناخد تليفون كمان معنا استاذ باسيليوس من الغردقه. اهلا بيك. الو, اهلا بيك يا استاذ باسيليوس, اتفضل. اهلا بحضرتك كمان, اتفضل, احنا سامعين حضرتك, اتفضل. انا بس كنت عايز اقدم التعزيه في الارقى للدكتور ثروت باسيلي وللاسره الكريمه والاستاذ ايليا والاسره والاسره قناه سي تي في, بس انا مش معاكم على الهوا دلوقتي. حضرتك على الهوا دلوقتي يا استاذ باسيليوس. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه انا بقدم التعزيه خالص التعزيه في الارخن الدكتور ثروت باسيلي,
ربنا ينيح روحه في فردوس النعيم مع الشهداء والقديسين. وعايز اقدم التعزيه للاستاذ ايليا ولاسرته، عايز اقدم التعزيه لاسره قناه سي تي في. ما انا معاك يا فندم، معاك. استاذ باسالي استاذن حضرتك، بس اسمعنا من التليفون، بس وطي التلفزيون. انا ما عنديش يعني التلفزيون مش شغال، صدقيني. تمام خالص. تمام، اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك انا عايز الاول بمسي على قدس ابونا، وبقدم التعزيه في الارخص الدكتور ثروت باسيلي، ربنا ينيح روحه في فردوس النعيم مع الشهداء والقديسين. بقدم التعزيه لاسرته الكريمه وللاستاذ جلية الاسره، وبقدم التعزيه لقناه سي تي في وللجميع العاملين فيها. مشكور. ولشعب الكنيسه. ويعني انا اقدر اقول له ان دكتور ثروت اذكرنا امام عرش النعمه، واذكر قناه سي تي في، واذكر ولادك المسيحيين. ويعني الحقيقه انا برغم عدم معرفتي للدكتور ثروت شخصيا، ولكن ما سمعت عنه من كثيرين الحقيقه، يعني انا فعلا بقول له نحن نودعك بالدموع والسماء تستقبلك بالشموع. شكرا لحضرتك استاذ بسيط، بشكرك. نرجع مع قصتك مره تانية لحياه الاستعداد وخطوات اللي تخلي الانسان مستعد طول حياته، زي ما قصتك قلت لنا دلوقتي ازاي الانسان يحاسب نفسه طول الوقت، ازاي يقدم توبه ويعترف ويكون حريص على المواظبه على وساطة النعمه بشكل عام. وكنا بنتكلم عن اهميه قراءه الكتاب المقدس. الصلاه، يعني انا عايزه اقف عند الصلاه شويه وتسابوني. الصلاه الارتجاليه والصلاه بالاجبيه، اهميه كل حاجه فيهم، لان اعتقد ان فكره ان الانسان طول الوقت يصلي، طول الوقت المزامير في لسانه دايما بيتكلم طول الوقت، ايه اهميه ده وازاي كمان يكون حريص عليها؟ يعني اعتقد الرحله اللي بتاخدنا فيها الاجبيه على مدار صلوات السواعي للحظه الغروب لصلاه النوم لصلاه نص الليل، كلها الكنيسه بتاخدنا معاها في رحلة عشان في هدف في النهاية عايزة الكنيسة توصلهن أو عايزانا نوصل ليه. لو رحنا مع قدسك في الرحلة دي هتقول لنا عنها. أول حاجة في الصلاة هو أن أنا بغلب الروح. معلمنا بولس الرسول في رسالته لقال غلاطية الصح الخامس عدد 17 يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وكلهما يقاوم الآخر، لكن بيحذرنا يقول إن صرتم حسب الجسد ستموتون، إن صرتم حسب الروح فستحيون، وهو الحياة الأبدية. الصلاة هي إحدى الوسائل أنا هغذي بيها الروح، وهيبقى لي صلة بالله باستمرار. الأجبية ليها 15 فايدة عن الصلاة الارتجالية، وفي الأخير هصلي الصلاة الارتجالية برضو، لكن الصلاة بالأجبية بطول الوقت. أحد الفوائد ان انا بقف مع ربنا، زي واحد ليه صديق وبيكلمه عايز يطول المكالمه، عايز مش عايز يسيبه. هكذا احنا في الصلاه بالاجبيه، وفيها قطع وبنذكر امنا العذراء واحنا في شهر كياك، فيها كرياليسون 41 مره. عشان كده مهم قوي رشم الصليب. انا دايما اقول ان لازم الواحد يرشم الصليب، وخاصه كرياليسون 41 مره. ليه ابونا مسك صليب ولابس صليب والكنيسه هتحط الصليب؟ بيحمينا من الشياطين. ولهذا مهم قوي الصلاه سهميه، رب اعني قويني خلصني. قدوس الله بشارك الشيروبيم والسرافيم في تمجيد الله. قطعه من الانجيل كلام السيد المسيح له المجد. وكمان التحاليل، يعني يا رب جميع ما أخطأنا بليك في هذا اليوم كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصح وغفر لنا من أجل اسمك القدوس. أنا لو هصلي صلاة ارتجالية مش هرتقي بمستوى الصلاة كده. ما دي تقديم توبة، يعني احنا لسه بنقول انك تقدم توبة باستمرار. ففي كل صلاة موجودة في الأجبية في نهايتها تحليل طلب لمراحم الله وتقديم توبة. يمكن في صلاتنا الارتجالية بننسى، يعني اعتقد كتير مننا وانا اولهم في الصلاة الارتجالية ما بنفتكرش غير المطالب هي اول حاجة، يعني مطالب شخصية من فضلك يا رب وعاوز ومحتاج واشفي واديني، ونفضل نقدم يعني لستة مطالب. لكن كتير ننسى نطلب مراحم الله ونقدم لما نصلي صلاة الشكر، والكنيسة تبدأ كل صلاتها بالشكر، فلنشكر صانع خيرات الرحوم الله أبا ربنا. أنا لو صلي صلاة ارتجالية مش هعمل كده، هطلب طلبات خاصة بيا زي ما حضرتك قلت. خليها في بداية كل صلاة. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، كلها ارتقاء في مستوى
العلاقة بين الإنسان وبين ربنا. ثم صلوات السواعي بقى طول اليوم بتفكرنا بالأحداث اللي مرت من أحداث الصلب، من أحداث حلول الروح القدس لغاية الغروب اليوم، ثم النوم، وبعدين النوم بيفكرنا بنهاية اليوم، وقد يكون نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر أو نهاية السنة أو نهاية حياة الإنسان. أنا عايز أقف معوتك عند صلاة النوم، لكن معنا أستاذ مينا من القاهرة، أهلا بيك أستاذ مينا. طيب هو نكمل وحاول تكلمنا حضرتك مرة تانية. صلاة النوم واتساب بتقول انها ممكن تكون نهايه اليوم، نهايه الاسبوع، نهايه الشهر او نهايه الحياه. صحيح. واحنا بنقول ان النوم ده موت قصير، يعني الانسان مفروض وهو رايح اخر اليوم يحط راسه على المخده وينام يقول ربنا جايز دي تكون اللحظه الاخيره، جايز اغمض عيني مفتحهاش تاني، يا ترى بعدها هيكون ايه؟ أهمية بقى صلاة النوم، عمق صلاة النوم على حسب ما رتبته الكنيسة وحطت لنا فيه قد إيه في القطع وجمال القطع صلاة النوم، إني أقدم توبة وكمان فيها تنبيه وتسبونا، يعني البعض أو الخاطي لما يقراها يمكن يخاف بالزبط. من اللحظة بالزبط. الرهيبة دي بالزبط. خلينا نقف ونتأمل شوية في بعض قطع صلاة النوم. عايز أقول إن بالتوازي معاها في الكنيسة بنصلي العشية والعشية فيها أشية واحدة، يعني احنا بالنهار نصلي أشية المرضى وأشية القرابين يوم الحد، بقيت ايام الاسبوع نصلي المرضى برضو والمسافرين، يوم السبت نصلي أشية الراقدين، لكن العشية كلها نصلي أشية الراقدين، وكأن برضو بنفكر نفسنا بالراقدين، ودي بتبقى في العشية في المساء اللي هي هنصلي فيها وقت النوم. وقطع النوم بتقول هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعب من كثرة ذنوبي. كلمات رهيبة الحقيقة. ده أنا مرعوب يا رب من كثرة ذنوبي، لكن مش أقول أنا إنسان بار أو إنسان كويس وأنا بعملش أي حاجة. في بعض الناس يعتقدوا لك أنا بعملش أي خطية، لا، ده الإنسان بيسقط ويقوم 7 مرات في اليوم، وأنا لازم أقر أن عندي خطايا. ولهذا برضو دي بتجرنا في الاعتراف، بعض الناس يقول لي طب أنا باجي بعترف بنفس الخطايا هي، أقول له ما يمكن لولا أنك بتيجي تواظب على كان زمانك بقيت أوحش. لكن الصلاة في النوم هي كل يوم وزعة أقف مرعوب ومرتعب كذا، لأن العمر في المقدم في الملاء يستوجب الدينونة. إذا أحس وأفكر نفسي في يوم في دينونة للإنسان، تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، أن أنا لازم أفهم أن في يوم رهيب هيجي، وتوب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. لسه يا رب أشكرك مديني حياة أقف وأصلي لك. إحنا ساعات نروح نناول ناس مش قادر يبلع جزء صغير خالص من جسد الرب ونديها له ويقعد وقت طويل على ما يبلعها، ونيجي نديله ميه نقطتين يقول لا نقطه واحده بس، مش قادر نقطه ويشرق ويتعب فيها. طب انا ربنا مديني نعمه ومديني وقت ان انا اقف اصلي، فكل يوم اقف واشكرك يا رب ان انا واقف اصلي قدامك. فصلاه النوم بتفكرنا ان احنا قد يكون ذلك اخر اليوم وآخر حياة الإنسان. وصلاة النوم بتفكرني لما واحد فريسي سأل السيد المسيح قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية، أنا خلاص وصلت للنوم أهو وعايز أدور على الحياة الأبدية بعد كده يا رب. السيد المسيح قال له مكتوب إيه؟ فقال له مكتوب تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وتحب قريبك كنفسك. يبقى إذن أنا لو عايز أوصل لصلاة النوم وأنا مستعد للقاء يسوع، إن أنا أكون أحب الرب إلهي من كل القلب، مش شوية للعالم وشوية لربنا. صحيح. أحب الرب إلهك من كل قدرتك، قدرتك دي يعني المجهود اللي بتبذله لما بتروح قداس أو تصحى بدري أو تصوم، دي قدرة الإنسان، مجهود الإنسان. تحب الرب إلهك وابذل مجهود في أنك تحب الرب إلهك. كل نفسك، النفس هي الحياة، تحب رب إلهك طول اليوم طول حياتك مش بس اليوم ده، وربنا اداك يوم جديد نشكرك يا رب، وتحب الرب إلهك وتحب الرب إلهك من كل فكرك، فكرك ده لا يحيد يمينا أو يسارك. والعجيب بقى أنه قال زيها بالتوازي تحب قريبك كنفسك. يبقى الإنسان الروحي
اللي هيقف يصلي امام الله يوصل لصلاه النوم وبيراجع نفسه، يا رب ما يكونش في دينونه عليا، يكون مصالح الاخرين ويشوف. يعني احنا ربطنا كل الحاجات بالحب، بالحب هتحب ربنا وهتحب نفسك، لان برضو في ناس ما بتعرفش تكون متصالحه مع نفسها، تحب قرايبك، تدي ربنا من كل قدرتك، وده اساس الحب. يعني في الاخر نطلع برضو بالحب كل اللي لارث الحياه الابديه، والحب اللي كان اساس لفداء المسيح لينا، وكان الهدف والسبب والسؤال لما احنا بنساله ازاي وليه عملت عشاننا كده، فلاني بحبك. في الاخر بنوصل للحب، هتزرع حب هتلاقي حب. يعني احنا حتى النهارده لما نفتكر اللحظات، وصول الجسد دكتور ثروت من المطار لغايه الكنيسه، وسيمفونيه حب، مشاعر حب ما فيهاش رياء، ما فيهاش مصلحه، لكن الانسان اللي بيعيش طول حياته بيدي حب في الاخر بيرجع له، بيرجع له في حياته، بيرجع له بعد انتقاله. فيا ترى مين فينا قادر يحب ويحب بشكل صحيح؟ يعني بالظبط. كمان في كمان تكمله صلاه النوم بقى، لان التراب في القبر لا يسبح. خلاص اذا انتهت الحياه ما تلحقش، هتعمل ايه؟ ولهذا قداسه البابا شنوده ربنا يعني نفسه كان يقول ان الناس اللي في الجحيم نفسها دقيقه واحده ترجع عشان تقدم توبه لله، وانت ربنا مديك عمر. طيب احنا معانا كمان مدام صباح من القاهره، اهلا بيكي. اهلا، مساء الخير. اهلا بيك، اتفضلي. مساء النور. مساء الخير يا بنا، رب اللي ديك يا بنا، هتسلم عليكي يا اتسابونا. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا بنا، اهلا بيكي وحضرتك طيبه، عيد عليكم بخير يا رب. يعني كل سنه وكنتك زي دايما بخير ومليانه بالحب، وحب الدكتور ثروت، وبعز قدسك في الدكتور ثروت. وعايزه اقول لقدسك حاجه يا بنا، الدكتور ثروت طبق كل آية في الكتاب المقدس. يعني أنا وبيتي فنعبد الرب، والمعطي المسرور يحب الرب. كل آية في الإنجيل الدكتور ثروت عملها، لكن إحنا كأشخاص عاديين ممكن تكون آية اثنين ثلاثة يعني بتميز كل واحد فينا، لكن هو الصراحة كل آية هو طبق الكتاب المقدس كله. كل آية معايا أبويا؟ أيوه مع حضرتك. ألو؟ أهلا بيك. أيوه أنا مع حضرتك. أيوه أبويا، تمام. طبق كل آية في الكتاب المقدس. إحنا تبعنا من ساعة ما سمعنا بنيحته وكلنا زعلانين عليه، ورغم إن أنا بس أسمعه شركة أمون، أسمع عنه كل حاجة، كل خير، وسمعنا على كل الفضائل بتاعته. بنطلب بنصلي لربنا إن إحنا حتى لو نبقى جزء حاجة بسيطة من اللي هو بيعملها، يبقى إحنا ننسى لربنا وللسماء. من الحاجات الجميلة مدام صباح، انه طول الوقت دكتور ثروت وهو بيعمل الحاجات دي كان حاسس انه مش بيعمل حاجة، كان انا بعمل ايه، انا بديك ايه يا رب، طول الوقت عاوز يدي اكتر، وده جمال العطاء. لا ومش بيعمل حاجة، طب امال احنا نقول ايه؟ احنا نجاهد، احنا نجاهد عشان نوصل، وربنا اللي اعانه يعيننا احنا كمان. انا عايز اقول حاجة مدام صباح، ان هو كان عنده ايمان قوي، وايمان هو ده محدد طريقه ومحدد هدف ليه في الحياة بيعمله. صحيح. والحياة الأبدية برضه نحط هدف قدامنا ايوه تمام، حاجة حلوة قدامنا، ربنا يبص علينا بعينه وسمعينا ايوه ويرحمنا ويسامحنا. واديني كلمة منفعة من قصتك ان انا استعد بيها لنكسب الأبدية، ان احنا يكون عندنا الهدف واضح. يعني حضرتك ان احنا يكون عندنا الهدف واضح امامنا، انا عايز اوصل للحياة الأبدية. لما واحد بيسافر من القاهرة الى دير مريمينا وبعدين بيطلع من البوابات، هو ماشي في طريق واثق وعنده ايمان ان الطريق ده هيوصل له لدير مريمينا. هو مش شايف الدير في اول الطريق ومش شايف اخر الطريق، لكن عنده ثقه ان الطريق ده هيوصله. فهكذا احنا عندنا ايمان ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هيوصلنا للحياه الابديه. وكمان وعود الله اللي من العهد القديم وتحققت كلها في العهد الجديد تؤكد لينا ان احنا ماشيين في الطريق مظبوط، وان وعود الله كلها بتتحقق. هي بالنسبه لنا علامات استرشاديه، يعني اللي هي زي اللي قدسك المثل اللي اديته لطريق الدير، وعود الله في العهد القديم وفي العهد الجديد، دي الحاجه اللي بنسترشد بيها طول الطريق. بالظبط. تمام. احنا بنشكرك يا مدام صباح جدا، ومتابعينا برضو طول الوقت قدس ابونا على مدار الحلقه، اكيد هيكون عندنا تدريب روحيه ازاي نكون بنستعد. الطريق دوت فيه كمان بيبقى سرعات مختلفة، كل واحد عنده مواهب، في واحد ماشي بسرعة، في واحد لكن طالما ماشي في الطريق هيوصل. لكن لو واحد عجبه طريق جانبي وساب الطريق الأساسي، أو عجبه رست وقعد فيه،
مش هيوصل للدير، هيتوه كمان وهيتوه وهيضيع منه الهدف. اقول له اعدل الدركسيون، هي دي بقى محاسبه النفس، لا لا ده انا غلطان كده، واعدل الدركسيون ويرجع يمشي في طريق الله، ووعود الله كلها تتحقق. واحنا في شهر كياك وبنلاقي كل النبوءات وتحققت، يعني نلاقي في الحد الاول لما الملاك جبرائيل بيبشر زكريا الكاهن ويقول له ان اليصابات ستلد ابنا ويسمونها يوحنا ويكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ويمتلئ من روح القدس، نلاقي حاجات صعبة التحقيق ومش بالضرورة كلها تتحقق، ولكن وعود الله تتحقق. اليصابات اللي هي كبيرة في السن وعاقر تحبل وتلد ابنا، كان ممكن يطلع بنت، لكن تتحقق وعود الله ويتسمى يوحنا رغم اليهودية ما كانش عندهم اسم يوحنا، وكمان انه يكون عظيما والسيد المسيح يشهد ليه ويقول ايه اعظم وليد النساء. وكمان يتنبأ، ده مش بس كده، ده هيمتلئ من روح القدس هو بطن امه، ودي حاجه ما حصلتش في تاريخ البشريه. الفرق السيد المسيح حبل به بالروح القدس، ولما تيجي امنا العذراء تزور اليصابات فيحل الروح القدس عليها وارتكد الجنين ويمتلئ. امتى؟ في الشهر السادس، يعني مر عليهم كذا شهر لسه ما امتلأش من روح القدس. لكن الوعود حتى لو تتاخر في وقت معين تتحقق، بل يتنبأ ان ده لما يكبر، يعني هيتولد ويتولد ذكر ويكون عظيم، ولما يكبر خمرا ومسكرا لا يشرب. إذن وعود الله كلها بتتحقق امامنا في نبوءه حتى بعيده عن السيد المسيح. صحيح، ده لسه جاي يعد طريق الرب. لكن مناسبه يوحنا المعمدان كان بينادي بعظه واحده، توبوا، يقول توبوا. والسيد المسيح لما جه قال توبوا قد اقترب ملكوت السماوات، وقد اقترب لو... سابونا كمان، يعني الإنسان اللي دايما بيأجل التوبة ويقول قد اقتربت. السيد المسيح من 2000 سنة كان بيقول قد اقترب ولسه ما جاش ملكوت السماوات. يعني الكلمة دي احنا عايزين نفهمها صح، نفهم قد اقترب ازاي. بلاش احسس نفسي انه لا ده لو 50 سنة ولا 100 سنة قدام لسه المجيء التاني مش هيجي، دلوقتي المسيح مش هيجي، فانا على مهلي قوي، انا لسه شباب، انا لسه صغير، انا صحتي كويسة، اتمتع بكل حاجة ربنا مدهاني، امال هو مديني كل الحاجات دي ليه؟ واحيانا العطايا والنعم اللي ربنا بيديها للانسان بحب بتكون هي سبب في ضياعه، لانه ما بيعرفش يستغل عطايا ونعم ربنا ليه، على عكس ما احنا النهارده بنتكلم على الاب الغالي اللي ربنا اداله وزنات كتير ومع ذلك قدر يستغلها صح. ازاي احنا كمان نعمل كده؟ ان احنا نفضل ماشيين في طريق الرب. في ملوك اول نلاقي ان في ملك مشي بعيد عن طريق ربنا، فبعد 55 سنة ملك ربنا خلاه أسير للملك اللي جنبه. فصلى إلى الله سامحني يا رب، وربنا بيسامح ويقول إيه تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل أحمال وأنا أريحكم، وأي خطية مغفورة إلا التجديف على روح القدس. فربنا سامحه ورجعه تاني، خرج الأوثان، خرجها برة الهيكل، كان حطها في هيكل الرب. أما جه بعد كده ومات بسلام، جه ابنه أمون، أمون ده كان عمره 22 سنة، وقال إيه طب أنا لسه أبوي قعد 55 سنة ملك، عاش بالطول وبالعرض، وفي الآخر قدم توبة لله، فراح مرجع الأصنام. ودي تعلمنا إن إحنا لازم نحطم الأوثان، واحد طبعا حاجة لازم يبتعد عنها نهائيا، مش مجرد يخرجها، لا، في فرق بين يخرجها وبين يحطمها، يقفل هذا الباب نهائي وبطل عن عادة معينة، يشيل كل حاجة مرتبطة بهذا، يحطمها خالص. فأمون قال أنا لسه صغير وعندي 22 سنة، لم يمهله القدر، يقول لنا الكتاب انه قعد سنتين تآمر عليه اعوانه فقتلوه. اذا مش بالضرورة القصة تتكرر، اذا ربنا سامح واحد واداله عمر هتتكرر، زي ما حضرتك قلت في مقدمة الحلقة ان الانسان قد يكون الموت قريب. صحيح. لا شك ان احداث الاستشهاد خيمت على 2017، كان في رجال وكان في نساء وكان في اطفال، ودي احنا الاسبوع اللي فات كنا نحتفل بمرور سنة على شهداء البطرسية، ودي رسالة ان الموت مش واقف عند سن معين. بالظبط، عند ناس معينة نقول السيدات لا، الاطفال لا، دول لسه بدري، لكن كمان كان درس لكل شعب الكنيسة ان الرب قريب، الرب موجود، الرب عايزكو، وفي اي لحظة ممكن يختار اي حد. احنا معنا استاذ غطاس من ميلانو، اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا اهلا بيك، مقبل يا ابي وسهوله، ربنا يخليك ويبارك فيك، اهلا بيك. اولا انا نزلت اكرر خالص التعازي صراحه في هذه القيمه والقامه على روح الانسان العظيم اللي ترك سيره حسنه فعلا هتبقى باقيه على طول طبعا الى جيل فجيل طبعا. يعني النهارده على الرغم من مشغولياتي، لكن صراحه وبمنتهى الامانه
كل ما سمعته عن هذا الراجل خلاني اقعد قدام التلفزيون قناه سي تي في وراقب عن كذب فعلا ملحمه الحب اللي وصل بيها جثمان هذا الانسان فعلا جثمان هذا الانسان اللي عمل كل خير لكل المصريين. فالتعادل كل شعب مصر صراحه، لان هذا الانسان لم يفرق في تعامله على كل الاحاديث والروايات اللي عليها سواء مسيحيين او مسلمين او من اي طائفه اخرى، على ان الرجل ده كان بيقدم فعلا زي ما بيقول الكتاب فعلا ما بيفرقش بين حد، محبته للكل متساويه، بيعمل كده بكلام الانجيل وكلام الكتاب. فده ابراهيم الجرغاري القرن ال21، والانبا برام ابن زرعه القرن ال21 هو الدكتور ثروت باسيلي. وكل الاعمال وكل العطايا وكل الاعمال البناء للكنيسه وبناء الانسان اللي كان تعبان وكان بيجيله وكان بيحتضنه، كل الحاجات دي باقيه ليه طبعا في السماء وفي احضان القديسين. صراحه هذا الانسان اثر في الجميع، حتى يعني احنا عرفناه كده في الخارج بناء على قناه سي تي في والاحاديث اللي اتقالت عنه، وبعد اصدقاء الاطباء اللي كانوا بيعملوا في الشركه في شركه امون، لان هذا الانسان فعلا ملك على كل قلوب المصريين. هذا الانسان الدكتور ثروت باسيلي ملك على كل قلوب المصريين. ونتمنى طبعا احنا واثقين في الدكتور ايليا والدكتور الاستاذ جون وكل الاسره انها برضه تقدم بنفس المسيرة وبنفس الجهد والمجهود اللي كان بيعمله الرجل الصالح الرجل القديس اللي كانت كل أعماله أعمال ناس قديسين فعلا يعني. أكيد أنا بقول إن إحنا بنعزي أنفسنا، لكن هو حي وباقي وهيفضل باقي الدكتور ثروت باسيلي. أكيد وطبعا تحية لأسرة سي تي في، وأنا حاسس بالألم اللي في كل الطاقم اللي كان بينهم، سواء في لما وصل الجثمان أو المذيعين. فخالص التعازي لكل واللي وراك لكل العاملين ولكل الناس محبين دكتور ثروت باسيلي. بشكر حضرتك جدا يا استاذ غطاس على مكالمه حضرتك وعلى كلمات التعزيه. هي انا عايز اقول بس ان هو يعني هذا الحب من وتقدير الشعب كله، لان الايه بتقول اكرم الذين يكرمونني. فهذا الاكرام لهذا الانسان العظيم هو اكرام من الله من اجل الاعمال الصالحه التي صنعها. اللي زرع، لسه كنا بنتكلم على الحب، اللي زرع بالحب لازم طول الوقت يجني ثمار حب. هو كان بيجني الحب اثناء حياته، ده حقيقي، لكن بعد انتقاله كمان ربنا بيظهر كل يوم اعمال ومواقف. هو كان حريص ان الحاجات دي تكون في الخفاء برضه تنفيذا لوصيه الكتاب المقدس، لكن اكراما ليه ولسيرته، واحنا ما زلنا لسه في يعني اوائل الايام لانتقاله وابتدت تظهر كل الحاجات دي. يمكن استاذ غطاس بيقول انا بتمنى ان اسرته وابنائه يكونوا ماشيين على نفس النهج والدرب، وده هيحصل وده احنا شايفينه، لان لا ده حاصل من زمان. الزرع مظبوط، انا عارف اولاده شخصيا طبعا. ومساعدتهم وللكنيسه احنا بنقول ومحبتهم وعطائهم وتفكيرهم وسلوكياتهم في العالم، اللي اكيد كل ده اقتبسوه عاشوه انجيل معاش. يعني الانسان الاب والام، وده احنا برضو النهارده عايزين ناكد عليه لكل اسره ولكل اب وام، اللي ولادك بيشوفوك بتعمله هو ده اللي هم هيعملوه، مش اللي بيسمعوه منك، مش الاوامر ولا التعليمات ولا النصايح. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني ما ان مش مفروض اقول الاعمال اللي بيعملوها، لا اتفضل، لكن دي من اولاده. ازايز ميه اللقان اللي في الكنيسه وبنحط عليها بادج، دي بنجيبها من عندهم، هم بيتبرعوا بيها الاف الازايز لعيد الغطاس ولعيد خميس العهد وعيد الرسل، بتبقى الاف الازايز لكنيسه واحده ويتبرعوا بيها، وكل سنه هم اللي يسالونا ها هنبعت لكم امتى. فده اولاده مش هو. اكيد اللي بيقدم زي ما بنقول كده الحب وبيدي بحب دايما بيفضل الحب مالي ومدفي حياته. يعني يمكن وجود جسده كمان هنا في كنيسه العذراء وسط المكان اللي هو حبه واللي حط حجر الاساس ليه، متدفي بكل حب اولاده حواليه، واحنا كمان احساسنا انه موجود معانا كده بيفرق كتير. ده كمان يعني الزرعه اللي بتتزرع، انسان بيجني الثمار، الزرعه الحلوه اللي بيزرعها في البدايه. نرجع مره
مرة تانية لحياة الاستعداد. الإنسان اللي شايف نفسه ميت من زمان لو فكر انه يحاسب نفسه، هحاسب نفسي على ايه ولا ايه ولا ايه، انا مفيش مني رجاء، انا زعلت ربنا كتير، مش ممكن يقبل واحد زيي، هصلي اقول له ايه واقف قدامه ازاي؟ والانسان اللي ملوش رجاء، والشيطان ممكن كمان يستغل ده. النهارده قدسك تقول له يبدا ازاي، ونقول له ان ربنا عايزك زي ما انت كده بكل اللي انت فيه ازاي. قداسه البابا الشنودة الثالث ربنا يعينه نفسه، الشاب ساله قال له انا يئست، انا ما عنديش رجاء. قال له اعلم حينما يصيبك اليأس أن الشيطان قد انتصر عليك. يبقى إذن الإنسان اللي حاسس أنه هو ميت روحيا أو إنسان بعيد عن ربنا أو أصابه اليأس، أن الشيطان خلاص قد انتصر عليه. وهل أنت تريد اللي ربنا فداك على عود الصليب وبذل دمه من أجلك أنك أنت تهلك؟ فإذن لابد الإنسان يقوم من سقطته. طب هو ربنا هيسامحنا على خطايانا؟ ده قال لنا اي خطيه مغفوره. اي خطيه مغفوره يا رب؟ قال اي خطيه مغفوره الا التجديف عن الروح القدس، وهو انكار الدائم والمستمر لله حتى اخر نسمه في الحياه. اذا اي خطيه ربنا بيقبلها. لما واحد بيكون في السجن، مش ابونا بيروح وياخد اعتراف منه وعامل جريمه وبيعترف ويتناول من جسد الرب ودمه؟ لأنه اي خطيه مغفوره يا رب والله بدمه، بيشمل كل البشريه من الازل لنهايه العالم. اذا الانسان لا يفقد رجاؤه ابدا، والانسان يقوم دلوقتي. لو تلميذ وقال انا مش مذاكر، تلميذ تاني قال انا مش مذاكر بس هذاكر دلوقتي والحق انجح في الامتحان، فانا بقول الحق ذاكر. مش معنى انك مش مذاكر ان انت تفشل وانك تسقط في الامتحان. اذا لابد ان احنا نقوم. لوحدك ما تقدرش، احنا كبشر الشيطان اقوى مننا وبيحاربنا بافكار شديده، والافكار في العالم الحديث بقت قريبه من الانسان. كان زمان اللي عايز يصنع الخطيه يروح لاماكن بعيده لله، دلوقتي دخلت في البيت في تلفزيونات وبعدين فيديوهات وبعدين موبايل، وأصبح الخطية قريبة من قلب الإنسان، وبيحط الموبايل في جيبه عند القلب، أصبح الخطية جنب القلب. فإذا محتاجة معونة الله. إذا كان الشيطان أقوى من الإنسان، لكن إحنا بمعونة الله أقوى من الشيطان ونقدر نتغلب. إذا لازم إنك ترجع لربنا وإنك تقدم توبة لله. أحيانا بعض الناس العكس كمان يغرهم، يقول طب ما نعرف ناس عايشين كويس وهم ما يعرفوش ربنا. أيوة، يقول لنا كده في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث لملاك كنيسة ساردوس، إن لك اسم أنك حي وأنت ميت. اجلس حاسب نفسك، وإنك قوم، لأن ممكن تبقى صاحب تاكل وتشرب بس ميت روحيا أمام الله وملكش حياة أبدية. إذا الإنسان اللي حضرتك بتقول عليه ميت روحيا، لابد استيقظ أيها النائم، ويبدأ يشوف نموذج رائع زي راحلنا الكريم الأرخن الشماس دكتور ثروت باسيلي، ازاي هو منارة في الكنيسة على الأرض وهو في السماء بنى قصر في السماء. الحق انت كمان، انظروا نهاية سيراتهم وتمثلوا بإيمانهم. هيبدأ بأن هو يقعد مع نفسه يحاسب نفسه، نفس الخطوات، يتوب ويروح يعترف بخطاياه، ولازم يتناوب من جسد الرب ودمه. ده سر وده سر. سر التوبة والاعتراف، تتغفر لنا خطية أبونا آدم ومن حواء، ثم تتغفر الخطية التي صنعها الإنسان، بتتغفر لنا طبعا خطية أبونا آدم ومن حواء بالمعمودية، لكن لما بيعترف بتتغفر له الخطية، ثم يتقدم للتناوب من جسد الرب ودمه، ياخد قوة وياخد المسيح سبيل. فيعينه على ان هو يمشي في الطريق. لا تتردد وابدأ من الآن ولا تؤجل. الابن الضال قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول أخطأت يا أبتاي إلى السماء قدامك، لست مستحقا أن أودع لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراء. بيكون عنده رجاء، يعني بيكون عنده رجاء. قدسك ذكرت مثل الابن الضال، الأب جري ناحية ابنه ما استنوش أنه يوصل، لكن كانت الخطوة الأولى مهمة أنها تكون من الابن. بالظبط. فاللي شايف نفسه ما فيش منه رجاء، ما فيش منه فايدة، غرقان ميت روحيا، برضو ربنا عايزه زي ما هو. طبعا. طيب احنا معنا استاذ مجدي من اسكندريه، اهلا بيك. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. ممكن اشارك التعزيه يا فندم؟ طبعا اتفضل. تعزياتي لاسره الدكتور سبب باسيلي، وتعزياتي لخلاصه دي، والحمد لله. يعني مصر كانت تقبل الجسد الطاهر للقديس سبب باسيلي، وطبعا
سمع صوت الفرح وقال إنهن أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فاطمك الكثير، ادخل إلى فرح سيدي. طبعا أعمال الدكتور خلص واضحة جدا وأعمال حلوة جدا، أنا ركزت على الدكتور ثروت اسمه حروف اسمحي لي اقولها لحضرتك. اتفضل يا فندم. ثروت السه ثروة عظيمة ودعناها شد المسيح. الره رأت كل العطاشة مع الكثير. الواو وبالتم الإلية وبرج التميم الفتيح. والته تلألأت روح الغيوم في السماء بالتسبيح. فاحنا القديس اتقرب ده من ضمن القديسين المعاصرين، ومصر استقبلت اليوم عشان يجاب هذه القديسين في مصر. ربنا يمتنا بشفاعته وتعزياتنا للاسره جميعا. شكرا. واتمنى يا ريت في تي في تحطوا الصوره بتاعتي في الاستقبال على طول، يفتحوا صوره التلفزيون يطلعوا صوره القديس صلى الدسين الضم على طول على الناس في السماء. شكرا لحضرتك يا استاذ مجدي، بشكرك جدا على كلماتك المعزيه، واسمح لي اتسابونا طبعا، يعني احنا عايزين ناكد لنفسنا ان السيد المسيح نفسه قال كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات قدوس، فهو طلب مننا اننا نكون قديسين. القداسه مش حاجه بعيده عننا لكن محتاجه جهاد. بولس الرسول لما كان بيتكلم ويبعت الرسائل كان بيقول الى القديسين الموجودين ويكتب اسم البلد، فكان بيشوف ان كل انسان له ايمان بربنا وله علاقه هو كمان قديس. عشان كده كل الناس بمنتهى المحبه بمنتهى الفرح وهي بتتكلم عن دكتور ثروت كانت بتقول عنه القديس، لان أعمالهم بتشهد ليهم. ودي كلمات الكتاب المقدس، يعني إحنا مش بنقول أي كلام لكن دي وعود الله اللي يتمسك بيا من القديسين، لأن أبونا كمان قدس. كلمة منفعة ونصيحة أخيرة ودك النهاردة توجهها لكل المشاهدين قبل ما نختم لقاء. بجانب أن الواحد مهم تاني هيرجع يحاسب نفسه حساب شديد، هيقدم توبة لله وهيشوف وسائط النعمة اللي قلنا عليها، يحضر اجتماعات روحية. الاجتماعات الروحية دي عاملة زي الدرس الخصوصي، إذا كان الطالب يروح ياخد درس خصوصي. ولهذا لاحظي حضرتك كل اللي بيواظبوا على الاجتماعات الروحية في الكنيسة تلاقيهم ارتفعوا السلم الروحي درجة أو درجتين. كمان حاول انك تنمو روحيا، يعني ما تكتفيش باللي بالدرجة اللي وصلت لها، انمو روحيا عشان تحس بتعزية أكتر. صحيح الشجرة ممكن يمر عليها وقت ما شفناهاش كبرت، لكن بعد شوية الشجرة دي هتكبر وأكتر. وكمان يكون لك ثمر. أنا عايز أعرف أنا ماشي مظبوط ولا لا، أشوف نفسي عندي هذا الثمر ولا لا، ثمار الروح القدس الفرح المحبة السلام طول الأناة. فأنا أشوف نفسي التسع ثمار كلها، يا ترى أنا عندي محبة، أنا عندي فرح، أنا عندي طول أناة، أنا بحب الناس ولا مش بحب الناس. ودي تيجي من مراجعة النفس زي ما احنا اتكلمنا النهاردة. وحتى لو الواحد قدر انه يقتني بعض ثمار الروح القدس هيحس بفرح لانه نجح في ده، ويجاهد ويجتهد انه يقتني باقي ثمار الروح القدس. برضو معلمنا يعقوب الرسول في الإصحاح الثالث بيقول ان احنا لازم يكون عندنا حكمة سمائية، لان في حكمة أرضية نفسانية شيطانية تبعدنا عن طريق ربنا. اخر حاجة احب اقول برضو ندار على الاعمال الصالحة، كل واحد يعمل مساعدة الفقراء، ولهذا الكنائس اللي بتعمل زيارات للعشوائيات وتساعد فقراء. مش قادر تروح بنفسك هتبعت تبرع مالي زي رحمنا الكريم كان بيساعد. هنزور المرضى، ما تصوريش قد ايه حضرتك ان خدمة المرضى دي والخدام والخدمات قد ايه فرحانين، واحنا في أسرة اسمها السمير الصالح عندنا بيخدموا المرضى. نفسية المريض كمان لما بيشوف الابتسامة وهو رايح يزور حد بتساعده انه يخف، يعني للسيد المسيح طبعا. او العريان نكسي او الغريب نقوي او حتى المحبوس اتيتم الي، ابحث، لان هي دي تتبع الانسان. لا يتبع الانسان مال، لا يتبع الانسان شهادات، لا يتبع الانسان حسب ونسب، يتبع شيء واحد، أعمل. الاعمال الصالحة التي صنعها. ورحلنا الكريم اختم بيها ان هو كان زي العذارى الحكيمات، فعلا الانيه بتاعته مليانه زيت مثل عذارى الحكيمات. واكيد سمع هذا الصوت المفرح، نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك. ربنا يدينا ان احنا كمان نكون انيتنا دايما ممتلئه، ويدينا حياه الاستعداد. بشكر قدسك جدا على وجودك معانا النهارده، القس رافائيل رجائي كاهن كنيسه رئيس الملائكه الجليل ميخائيل بمساكن شيراتون. شكرا لقدسك. وانا اشكركم جدا واخدت بركه كبيره.
احنا ما زلنا مكملين مع حضراتكم لغايه الساعه 10 في حلقه النهارده من ربنا موجود، لكن هسيب حضراتكم بعد الفاصل مع الزميله عايده يوسف، وهيكون بيشرفنا وبيباركنا هنا في الاستوديو نيافه الحبر الجليل الانبا هدره مطران اسوان، وكلمات ايضا للتعزيه وحديث خاص جدا عن الراحل الغالي الحاضر الغائب دكتور ثروت باسيلي. فاصل وهسيب حضراتكم مع زميلتي عايده يوسف.
قوي انك انت عمرك ما سلكت مسلك رديء من ايام ما كان عمرك سنة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما بقيت عشرين وخمسة وعشرين لحد ما بقيت اربعين. فربنا يديم عليك فضله ويديم عليك احسانه ويديم عليك محبتك للناس وخدمتك ليهم، لان هو ده الشيء اللي بيفضل دايما ذكرى للانسان. على مدار 77 سنة كانت رحلة حياة المتنيح دكتور ثروت باسيلي. 77 سنة مرت بكل ما فيها، بكل ما فيها من ألم، من مرض، من أحزان، خليني أقول لحضراتكم من عوائق، من حروب مورست ضد هذا الرجل البار المتنيح دكتور ثروت باسيلي. مرت كمان بكل ما فيها من أفراح، من نجاحات، من إنجازات، من خدمة، من عطاء، من سلام. مرت وأراد ربنا إن هو ينهي هذه الحياة على الأرض يوم 5 ديسمبر عام 2017. ربنا أنهى حياته على الأرض وتم استقبال الروح في السماء، وتجدد وعد الله وجدد شباب دكتور ثروت باسيلي علشان ينعم بالحياة الأبدية. وبعد يمكن حوالي 10 أيام من استقبال السماء لروح دكتور ثروت باسيلي، الموطن الأساسي والأصلي للروح، بعد حوالي 10 أيام إحنا كمان هنا في مصر استقبلنا الجسد. استقبلنا الجسد الطباوي اللي كنا الحقيقة متوقعين ومتأكدين إن هو لازم يرجع لأرض مصر، أولاً لإصرار دكتور ثروت باسيلي، وثانياً لإصرار أسرته من بعده. والحقيقة رجوع جسد دكتور ثروت باسيلي لمصر مش بس لأن هي بلده، وطن، مش بس الحقيقة لأن هو اتولد وعاش وكبر واشتغل ونجح هنا، لا، كان الحقيقة لعلاقة الحب والولع الخاصة ما بين دكتور ثروت باسيلي وما بين مصر، حبه وولعه لمصر، لمصريته، لهويته. الحب اللي يمكن الحقيقة متجسد في أمور عديدة، يمكن أبرزها وأبسطها كمان على سبيل المثال زي ما حكالي واحد من ضيوفنا الكرام، قال لي لما كان بيبتكر شيء في مجال صناعة الأدوية وكان يبقى سعيد جدا دايما كان يقول تحيا مصر. والحقيقة هو النهاردة برجوع جسده قال كمان هذه العبارة الحقيقة بشكل غير مباشر، وقال تحيا مصر. رجوع جسد دكتور ثروت باسيلي كان لازم بطبيعة الحال يكون له مكان علشان يوضع فيه، زي ما حضراتكم تحبوا تسموه، هل مدفن، هل قبر، هل منامة، لكن أنا بضعفي الحقيقة ومن وجهة نظري المتواضعة بحب أن أنا دايما أقول أن هي منامة. منامة دكتور ثروت باسيلي كان لازم تكون من طراز خاص. الراجل اللي كانت فرحة قلبه طيلة حياته هي بيت ربنا وبناء بيوت الله، كان لازم الحقيقة ان واحد من بيوت ربنا، احدى هذه الكنائس اللي بناها، تضم وتحتضن جسده. وعشان كده الحقيقة تم اختيار احدى هذه الكنائس، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة رئيس المتوحدين في مدينة السلام. من وجهة نظر المتواضعة انه
ممكن جدا الحقيقة، مش بس ممكن جدا، ده أنا اللي متوقعة خلال الأيام الجاية أنه القبر أو المدفن أو المنامة أيا كان، برضو بأكد مرة أخرى مسمى اللي حضراتكم تحبوه، أن هي مش شرط أبدا أن هي تكون منامة فاخرة أو أن هي منامة بالرخام والجرانيت وما شابه، لكن أنا أعتقد وبأمل وبتوقع خلال الأيام الجاية أنه هذه المنامة تحول كمزار لهذا الرجل. والحقيقة ويشهد علي ربنا الكلام ده مش لأنه قدام الشاشة، وأنا عارفة أن شهادتي مجروحة، والكلام ده أمام الله مرة أخرى مش لأن أنا عايزة أجامل الأسرة، لكن على سبيل المثال الحصر اللي بيؤكد أنه فعلا المنامة ستصبح مزار، يمكن حاليا في الوقت المعاصر ويمكن بكرة وبعده بعد ما يؤرخ تاريخ الكنيسة. أنا جوزي لما جه وصلني النهاردة الحقيقة قال أنا داخل أصلي وحابب أن أنا أخذ بركة جسد دكتور ثروة بسيلي، ويشهد علي ربنا في هذا الكلام مرة ثالثة مش مرة تانية. الحقيقة أنا بتوقع بالفعل أن ده يحصل في الفترة القادمة، وعشان كده من قلبي مرة أخرى بقول الحمد لله على سلامة وصول الروح للسماء، وحمد لله على سلامة وصول الجسد للأرض. خالص التعازي للجميع مرة أخرى، وفي المقدمة طبعا الأسرة الكريمة، وأهلا بحضراتكم معانا في حلقة خاصة جدا، ضيفها خاص جدا، ضيفها هو محبب بالفعل للقلوب ومحبب أيضا للعقول، ضيفها يمكن من أحد الأباء المطارنة اللي بنعتز جدا جدا الحقيقة بلقائهم، هو بيكون لقاء عزيز أولا بمعنى الحرفي للكلمة لأنه بنستفيد منه، وثانيا لأنه هو عزيز فعلا، هو مقل علينا باللقاءات لكن احنا حرصنا الحقيقة ان هو يكون موجود معانا النهاردة، واحنا لما كلمناه قبل الهوى شعرنا كمان الحقيقة بحرصه ان هو يتواجد معانا النهاردة، لا لشيء الا لحبه لشخص دكتور ثروة بسيلي. وخليني اقول لعلاقة الصداقة والقرب بالفعل عن عمق مع دكتور ثروة بسيلي، علاقة دامت على مدار 42 سنة، كان وقت ضفنا الحبيب وقتها أو عمر ضفنا الحبيب وقتها 35 سنة، وكان فرق ما بينه وما بين دكتور ثروة بسيلي شهرين، لأنه في نفس الوقت كان عمر المتنيح دكتور ثروة بسيلي برضو 35 سنة. مش عايزة أتكلم عن العلاقة الجميلة اللي بتجمع ما بين ضفنا وبين المتنيح دكتور ثروة بسيلي، لكن عايزة أنضم لحضراتكم وأكون من المستمعين باشتياق الحقيقة لأجزاء كبيرة من هذه العلاقة، وكمان ناخد من سيدنا رسالة تعزية. رحبوا معايا حضراتكم أرجوكم بنيافة الحبر الجليل الأنبا هيدرا مطران أسوان وتوابعها. سيدنا الحقيقة أنا برحب بنيافتك، ومجرد وجود نيافتك معانا النهاردة هو في حد ذاته رسالة تعزية. ربنا يخليك تعيش، وربنا يعزينا كلنا ويعز الكنيسة كلها في انتقال حبيبنا وأخونا الدكتور ثروة بسيلي. أمين. الصديق الحبيب اللي من يوم ما وصلت أسوان من 42 سنة وتقابلت معاه وجدت فيه شاب في 35 من العمر، وأنا كان عمري نفس العمر بتاعه لأن أكبر منه بشهرين اتنين، ولقيته غيور جدا جدا. هو كان عضو رغم صغر سنه، لكن عضو في لجنة كنيسة العذراء، وهي دي الكنيسة القديمة قوي في أسوان، وكان عضو في المجلس الملي برضه الأقصر وأسوان، ولقيته مليان بالحب للكنيسة والغيرة للكنيسة، وارتبطنا مع بعض بارتباط روحي. يعني هو حتى كان يعني على طول قال لي احنا عايزينك تعلمنا التسبحة واللغة القبطية ولو حبيت اعترف ممكن. فطبعا وقتها كان ممكن، لكن بعد كده لما اتنقل مصر ابتدى يبقى في حد تاني يعني. تمام. سيدنا يمكن مرحلة الشباب مش كلنا نعرف عنها معلومات كبيرة، يمكن الجيل الحالي شاف دكتور ثروة هو في مرحلة النضج وكمان في مرحلة ما بعد الستين، وبعضنا كمان في مرحلة ما بعد السبعين، لكن لو نتكلم عن شباب دكتور ثروة بسيلي، هل كان من النوع اللي عنده طموح جارف؟ هل كان من النوع اللي عنده شباب وحماسة وثورة الشباب، ولا على العكس كان من النوع المتزن، من النوع الدارس والمخطط؟ يعني لو نتكلم في المرحلة دي، لأن واضح من كلام نيافتك وكمان من كلام نيافتك ليا قبل الهوى أنه هو بالفعل كان واضح عليه من صغره ومن شبابه أنه هو بالفعل في يوم من الأيام هيكون دكتور ثروة بسيلي. دي حقيقة فعلا، يعني كنت بلاقي فيه شخص مثالي يطلب المثالية في كل شيء ويطلب الكمال في كل شيء.
وإلى آخر يوم في حياته يطلب الكمال. ودي ظاهرة جدا في كل مراحل الحياة بتاعته، أنه هو إنسان عاوز كل حاجة على أحسن ما يكون، مثالية كاملة. وحتى في شخصيته هو نفسه وهو بيجاهد روحيا وبيجاهد في وسط المجتمع، المبادئ والمفاهيم الروحية اللي ارتبط بيها عاوز يطبقها أولا على نفسه وعلى كل المحيطين به على قدر الإمكان. الحقيقة يعني كانت واضحة فيه قوي المثالية والكمال، وده حتى يعني المظاهر الخارجية احنا عارفين قد ايه الدكتور ثروت كان يهتم مثلا بعلبة الدواء شكلها جميل قد ايه، الورقة اللي في جوه هي النشرة بطريقة فاخرة، لون الحبوب الموجودة، المبنى. انا فاكر فرجني على مبنى الإدارة، يمكن آخر مبنى وما زال محتفظ به، فجه فرجني الصالة، المدخل بتاع الصالة تحفة فنية لدرجة أنا فاكر قال لي إن معمول من 75 نوع من الرخام والألوان والزخرفية الجميلة جدا. فعلا أنا قلت للدكتور ثروت خليك في شغلك وسيبني قدام المنظر ده أقعد أتأمل فيه، لأنه كان منظر أعتقد ما زال المبنى موجود يعني ضروري. تمام. فهو ينشد الكمال في كل شيء، ومش بس في الأمور الأعمال والإنشاءات، ولكن في حياته الروحية عاوز الكمال في كل شيء. فدي كانت ميزة، شاب عاوز يبقى في قمة الكمال في كل شيء يعني، وده شدني ليه خالص الحقيقة يعني. تمام. يمكن برضو قبل الهواء أن يفتح حكيت لي موقف أثر فيا جدا، أحب كمان المشاهدين الحقيقة أن هم يشاركونا فيه. نيافتك قلت لي يا سيدنا أنه في بداية معرفة نيافتك بالمتنيح دكتور ثروت بسيلي كان قاطع رحلة عن طريق القيادة من القاهرة لأسوان. لو ممكن نفكر بيها مشاهدينا لو نيافتك تسمح لنا. طبعا هو أول ما رحت أسوان كان طبعا الظروف المادية للأبروشية كلها ضعيفة جدا، فإدوا مبلغ بسيط للدكتور ثروت وقالوا له شوف لنا عربية كويسة في القاهرة وفي حدود الإمكانيات اللي موجودة. ففعلا الدكتور ثروت نزل ودور على عربية شيفورليه نوفا، وجه من القاهرة سايقها بنفسه. هو كان المفروض تتشحن على عربية وتيجي، لكن هتبقى مصاريف، فهو راح ساقها من القاهرة لغاية أسوان. ودي أول حاجة يعني أثرتني في شخصية الدكتور ثروت، قد إيه هو يعني قد إيه عنده استعداد إنه يضحي ويتعب ووقت ومجهود. دي البداية. تمام. البداية استمرت يمكن في العلاقة حوالي سنة سنة ونص في أسوان، لكن ما تقطعتش العلاقة، استمرت على مدار 40 وأكثر من 40 سنة، زي ما قلنا يمكن حوالي 42 سنة. رغم أنه نيافتك موجود في أسوان وهو انتقل لمحافظة أخرى، محافظة بعيدة للغاية القاهرة. لو نتكلم إزاي استمرت العلاقة كل السنين دي، يعني قرابة النصف قرن يا سيدنا. طبعا ربنا يدي نيافتك طول العمر والصحة ويخليك لينا. لا، علاقة حميمة جدا، ومش ليه هو بس وللأسرة كلها يعني، مدام إزيس وأبنائه المباركين أعرفهم أن هم أطفال وهم اتولدوا أصلا في أسوان وتربوا في كنيسة أسوان، وفي يعني خدام في مدارس الأحد خدموا أبناء الدكتور ثروت، منهم نيافة الأنبا سرابيون، نيفين بنته مدام نيفين يعني درسها نيافة الأنبا سرابيون. فهم لهم عاطفة مع أسوان، واستمرت العاطفة دي لما كنت بنزل القاهرة كنت باستمرار في البيت عنده. يعني ما فيش مرة أروح مصر، ولو حصل مره رحت مصر وما رحت لهمش بيزعلوا جدا. وكان الدكتور ثروت بطبيعته رغم مشاغله الكتيره يقول لي انت موجود فين ومواعيدك ايه، وكان هو يجي سايق العربيه بنفسه، وحتى لو كان انا مشغول مع حد يقول لي خلص مواعيدك واحنا مستنينك.
وكان ياخدني البيت. وطبعا كرم البيت بقى معروف يعني، مدام ازيس يعني هي مولودة في أسوان وأسرتها في أسوان، جزء كبير من أسرتها مازال موجود في أسوان، فبنحس بالارتباط مش بس أسوان، ارتباط الكنيسة نفسه يعني الارتباط الروحي، لأن فعلا هم عيلة تقية جدا جدا كلهم، دكتور ثروت والمدام ومدام نيفين والأستاذ إيليا والأستاذ جورج ومدام منى، ويعني الحقيقة عيلة مترابطة ونعمة المسيح موجودة في وسطيهم. والدكتور ثروت يعني من لأنه رجل يحب المثالية والكمال، بأعتقد أنه هو لما بيقرأ الكتاب المقدس، وأنا أعرف أنه هو يقرأ الكتاب المقدس بحب ونهم شديد، ويقرأ أوقات طويلة يعني ممكن ينام شوية ساعتين ثلاثة ويصحى ويقوم يقعد يقرأ الكتاب المقدس في نص الليل، ويعتبر أن الكلام اللي بيتقال ليه هو شخصيا، يعني هو ما بيقراش عشان يكلم الناس أو يكتب كتب أو يشرح للناس، لا هو بيقرأ عشان هو عاوز يسمع صوت ربنا بيقول له إيه، عايز رب يعمل إيه، يعني ماذا أفعل يا رب يعني. فهو علاقته بالكتاب المقدس يمكن هي دي سر شخصيته وسر حياته وسر حب الناس ليه، لأن الناس شايفة في إنسان بيعيش يعني زي ما بيقولوا الإنجيل المعاش، يعني دي تسمية جميلة قوي بتتقال على الدكتور ثروت ان هو انجيل معاش، ودي حقيقة يعني بيقرا عشان يطبق، تمام، مش عشان يكلم حد، لا عشان يكلم نفسه ويسمع ربنا عاوز يقول له ايه، تكلم يا رب فان عبدك سامع يعني. أكيد سيدنا، بمناسبة موضوع الإنجيل المعاش، يمكن إحنا على مدار الأيام الماضية كنا بنتكلم في مواقف هو بالفعل فيها دكتور ثروت بسيلي كان بيجسد آيات الكتاب المقدس وبيطبقها بشكل عملي. يمكن من الآيات دي الحقيقة من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، التفسير الدقيق للآية، بمعنى أنه الناس بتتخيل أنه المسيحين جبنة ضعفة وبيسترشدوا دايما بالآية دي، لكن الحقيقة المعنى المقصود بالآية دي أن أنا أكون مسالم لكن في نفس الوقت الحقيقة أطالب بحقي. ويمكن شفنا ده في شخصية ومواقف عديدة للمتنيح دكتور ثروت بسيلي، على سبيل المثال يمكن في عز يمكن توهج عصر مبارك قبل الثورة، قبل ما كان حد حتى يتخيل ان في ثورة هتقوم ضد الرئيس الأسبق مبارك، كان في حوار تلفزيوني تم إجراءه مع المتنيح دكتور ثروت بسيلي، الحقيقة انتقد الأوضاع بالفم المليان زي ما بيقولوا باللغة العامية البسيطة، قال تعالوا نشوف هو احنا عندنا كم وزير، وزير أو اتنين بالأكتر، طب تعالوا نشوف احنا عندنا في مجلس الشعب قد ايه، 7 من 507 وبالتعيين، تعالوا حتى نشوف عدد المساجد بالنسبة لعدد الجوامع، احنا عندنا حوالي 350 مسجد مقارنة ب 2226 كنيسة. لما شخص يمكن يكون في وضع حساس، يمكن يكون دي جزء كبير من أمواله، مش جزء كبير من أمواله، هو أصلا أمواله كلها مضخة كرأس مال في السوق المصري، ومع ذلك يخرج عشان يقول الكلام ده علانية، إلى أي مدى كان بالفعل غيور على الحق ومطالب بالحق ومدافع على الحق، وزي ما قلنا بيجسد الكتاب المقدس، أنا مسالم بس بدافع عن حقوقي. وزي ما حضرتك وضحت دلوقتي ان هو اظهرت جانب مهم جدا في شخصيته، الصراحة والوضوح، يعني هو انسان اللي في قلبه بيبقى مقتنع بيه تماما وما بيخافش، يعني مدام اقتنع بالفكرة وحاسس ان ربنا واقف معاه وبيأيده وهو حاطط ربنا قدامه في كل حين يعني، فيقول يعني يتكلم مع أي مسؤول بس طبعا بأدب وبذوق، وهم عارفين إن هو رجل وطني ووطنيته طبعا مشهود لها قدام الناس كلها، ومصريته حبه لمصر، يعني هو كان جات له أكتر من فرصة
انه يعيش في امريكا ويهاجر لامريكا. وفعلا راح لوس انجلوس في بداية تخرجه سنة 1962 عشان يعيش هناك. ما عجبوش الوضع خالص ورجع مصر وقال انا ما سيبش مصر يعني. فهو معروف وطنيته ومعروف هو بيعمل ايه من اجل مصر. فهم لما بيشوفوه بيتكلم بالصورة دي عارفين ان هو دي غيرة منه وبيعبر عن رأي قطاع كبير من الشعب المصري اللي هو الشعب المسيحي يعني بيتكلم بلسانهم. فهو دايما واضح وصريح لكن في نفس الوقت مؤدب جدا. ما فيش ألفاظ يعني تسيء أو تجرح مشاعر اللي قدامه ولكن بيتكلم عن حقائق بمنتهى الصراحة. تمام سيدنا. يمكن موضوع ان هو مرارا وتكرارا الحقيقة عرض عليه ان هو يسافر بره ورفض. يمكن برضو في موقف رغم ان هو ممكن تكون حياته معرضة فيها للخطر ومهددة بالفعل بالخطر وكان ممكن يكون معرض للاغتيال الا انه اصر ان هو يبقى في مصر. هل نيافتك تحب تذكرنا بالموقف ده يا سيدنا؟ طبعا الحقيقة الموقف ده كان صعب جدا لانه هو كان صديق شخصي للدكتور فرج فودة. وأنا تقابلت مع الدكتور فرج فودة في بيت الدكتور ثروت وهم كانوا يتزوروا عائليا كمان يعني. وكان الدكتور ثروت معجب بيه جدا لأنه هو برضو رجل اقتصاد يعني هو أستاذ في كلية الزراعة الاقتصاد الزراعي. فهو كان بيتكلم وكان أول واحد كشف حتى طلع كتاب اسمه الملعوب باين افتكر بيتكلم عن الريان. وكان قامت هوجة كده يدهم 20% فوائد توظيف الاموال. فكان الدكتور فرج يعني بيحذر من الناس دول وبيقول الناس دول مفيش حد اقتصاد في الدنيا يسمح بحاجة زي كده. وكان الدكتور ثروت معجب جدا بالدكتور فرج فودة وكان يعني يتقابلوا كثيرا ويتحاورهم. وأنا استمتعت مرة بحواراتهم في منزل الدكتور ثروت. لما أغتيل الدكتور فرج فودة مدام إزيس مرات الدكتور ثروت يعني خافت عليه جدا وقالت له انت سيب مصر دلوقتي لمدة شهرين ثلاثة ست اشهر لغاية لما الازمة دي تعدي لان انت معروف وممكن تغتال زي فرج فودة. فالدكتور ثروت سألني يعني حتى انا فاكر كنا في الكاتدرائية في القداس كان بابا شنودة بيصلي فبيقول لي انا المدام بتقول لي كذا انت رأيك ايه. فانا تعاطفت مع المدام وقلت له مفيش مانع انك تسافر تاخد لك شهرين ثلاثة كده لما الدنيا تهدى. قال لي انت برضو تقول الكلام ده انا اسيب مصر ازاي وانا اخاف رجل مثلي اخاف. قال لي لا يمكن اسيب مصر واللي يحصل يحصل اللي ربنا رايد به هو اللي يكون. وقت فعلا كان في ممكن في خطر فعلا على حياته لكن واجهها بايمان وبثقة يعني بثبات. أنا شخصيا أثر فيا موقفه ده جدا يعني قلت فعلا هو رجل إيمان بقى يعني مش كلام ولا بتاع لا حياته هتروح. لكن هو قال لو ربنا عايز ياخد حياتي ياخدها عايزني أقعد هقعد. إيمان عملي عظيم ورجل مثالي حقيقة. ويعني احنا لما بنتكلم عليه مش بنتكلم عشان نتكلم عن فضائل انسان ولكن احنا بنتكلم عليه كقدوة. لان الدكتور ثروت كتب تاريخ حياته بحروف من نور في تاريخ الكنيسة القبطية بتاعتنا. يعني بكرة احتمال السنكسار يتكلم عن تاريخه. الحقيقة أنا كنت لسه هسأل نيافتك عن الموضوع ده. احنا بالفعل يا سيدنا مش هقول احنا بالفعل كعاملين في سي تي في احنا بالفعل كل الناس اللي استمعت لسيرته والعطرة والمفاجآت والعبر والعجائب احيانا انا بقول فعلا لفظ عجائب اللي سمعنا عنها بعد نياحته او اللي ربنا اراد ان هو يكشفها خصيصا بعد نياحته تخلينا ان احنا بالفعل نتجرأ ونطالب من الكنيسة. هل بالفعل السنكسار هيضم سيرة المتنايح دكتور ثروت باسيلي ولا لا؟
ليه لا؟ نتوقع يا سيدنا. ليه لا؟ لأن الفضائل الكثيرة ولما تتكتب، يعني احنا بنتكلم دلوقتي بالعاطفة، لكن بعدين هنتكلم بقى بروحانية وبعقل، وهنكتشف ان هو شخصية فريدة، وان احنا ازاي هو كان بينا وعايش بينا وهو بالعظمة دي كلها. يعني اعتقد سر ده كله ان هو كان بيحاول يطبق آية بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وقريبك مثل نفسك. صحيح. هو عاوز يحب ربنا من كل قلبه ويسمع ربنا من الكتاب المقدس، من الصلاة بالإجبية. كتير كان يصلي بالإجبية، كتير كان طبعا القداسات، قداس يوم الأربع يلبس فيه شماس، يلبس شماس، لكن يتصرف ازاي كشماس؟ بيتصرف كأصغر شماس موجود في الهيكل. يعني احنا مش بنتكلم بقى على الكمية، احنا بنتكلم على الطريقة او الكيف، الكواليتي. يعني ازاي هو كان لما كنت اصلي القداس وهو بيبقى مصلي معانا، بحس ان الشمامسة اللي موجودة شوية يعني شايفين نفسهم، لكن الدكتور ثروت لا، منتهى يعني. والكل يعني دايما يتكلم يقول لما يجي يمسك ايد كاهن ويقبلها، انا بحس بمنظره هو بيقبل يد المسيح نفسه. يعني الناس كلها بتقول لا ناخد بركة ونسلم، لكن هو لا، طريقة السلام بتاعته واحد بياخد بركة فعلا. لما بيعمل مطانية في الهيكل هو مقتنع انه بيعمل مطانية دي للمسيح. لما بيطلع يقرأ بيقرأ طريقته في القراية، لو انتوا هتلاحظوا ضروري مع الوقت هيكون في تسجيلات طبعا، قراياته في القداس كلمة كلمة، وكل كلمة بيقول معناها. صحيح. يعني مش كلام بيتكرر، لا انا بفكر مع الكلام اللي بيتقال ومقتنع بيه وعايز اعيش بيه. فالاحساس ده بيتنقل بسهولة قوي للناس، وتبقى الناس مشدودة ليه، لدرجة في ناس قالوا لي احنا بنحب قوي القداس اللي بيطلع الدكتور ثروت فيه ويقول القراءات، البولس، الابراكسيس، الكاسيليكون، اي حاجة. يعني قالوا لي قد ايه بيشدنا وهو بيقرأ، يمكن لأنه كان بيقول بفهم أولا وبدراسة ثانيا وثالثا بتطبيق. بتطبيق. صحيح. عشان كده بيأثر. يعني لأنه بيعمل باتضاع شديد شديد وتواضع شديد وإنكار ساد بلا حدود، مش عايز حد يعرف هو بيعمل إيه. صحيح. لكن ليس خفي إلا ويستعلن، يعني ربنا بقى هو اللي عاوز يخلي النور يظهر عشان يمجد اسم الله في شخصه يعني. أمين. صحيح. سيدنا، بمناسبة موضوع البركة اللي كان بيحرص عليها دكتور ثروت، يمكن الحقيقة من ضمن التعبيرات اللي توقفت أمامها هو أنه كام صلاة بيحظى بيها دكتور ثروت بسيهي، بمعنى أن احنا يوميا في القداسات أمام المذبح أمام جسد الرب ودمه دايما بنصلي وبنقول عايزين نذكر كل اللي بالفعل قدمت بواسطتهم، اذكروا بالفعل من قدمت بواسطتهم، شيط القرابين، وشيط القرابين. صحيح. من قدمت عنهم ومن خلالهم بواسطتهم. ومن هنا الحقيقة بنسأل أصحاب الكثير وأصحاب القليل. صحيح. الخفيات والظاهرات. أمين. لما الصلاة دي بتصلى أو بيتم الصلاة بيها ويصلى بيها يوميا في كل مسبح في كل كنيسة، ربنا أراد أن دكتور ثروت يبنيها، وإحنا كل يوم نردد فيها ان احنا بنصلي للي قدمت بواسطتهم، وربنا جعله هو الوسيط ده، هو الوسيله دي. دلاله ده وانعكاسه على دكتور ثروت بسيلي في حياته على الارض، في حياته الابديه، وعلى اسرته من بعده. صدقيني انا لما دخلت الكنيسه دلوقتي ورحت اقبل الصندوق اللي موجود فيه الدكتور ثروت، يعني ما سبتش نفسي للمشاعر العاطفية
ولكن أنا بقول له يا بختك أنت عملت من أجل الساعة دي ومن أجل اللحظة ديت أنت تعبت العمر كله 42 سنة بل أكتر طبعا من أيام طفولته الصغيرة اللي كنت ما أدركهاش يعني. لكن بقول له أنت عملت كتير قوي، عملت كتير واللي أنت عملته ما يدخلش تحت حصر، ما نقدرش نحصره ولا نعرفه، كلها أغلبها مجهول والبعض معروف يعني. فكل ده هتلاقيه قدامك أنت دلوقتي فرحان يعني. أنا بكلمه هو في الصندوق بتاعه بقول له أنت دلوقتي في النور الحقيقي اللي أنت عشت طول عمرك من أجله، فأنت زي قصة جت في بستان الرهبان بتقول إن تاجر معاه تاجر لقالق ومعاه لقالق كتيرة قوي وراكب باخرة وعاوز يوصل للبلد بتاعته، فبيقول إن التاجر ده عينيه كانت على المينا عمال كل شوية بص قربنا نوصل قربنا نوصل، يعني المينا قربت فاضل كم يوم فاضل كم ساعة، فأول ما بيوصل للمينا بتبقى فرحته لا تقدر وفرح لا يعبر عنه مجيد يعني. فيا بخته. أمين طوباه. يا بخته. طوباه أمين. ويفتكرنا في صلواته. أمين يا رب أمين أمين. سيدنا عايز أتوقف مع نيافتك عند جزئية أنه العلاقة ما بين نيافتك وما بين المتنح دكتور ثروة بسيلي كانت في نطاقين، نطاق الصداقة بمعنى الكلمة لأن أنتم بالفعل متقاربين في نفس السن، والناحية الأخرى أنه نيافتك كنت مرشد روحي لدكتور ثروة بسيلي. من خلال العلاقتين الأروع من بعض الحقيقة، خليني أتوقف مع نيافتك، هل كان بيحكي لنيافتك أنه هو بيتعرض لحروب سواء حروب شيطانية أو حتى حروب في مجال المنافسة على الأرض؟ هو حياة الدكتور ثروت ما كانتش سهلة يعني، ما حدش يفتكر ان هو كان عايش في رغد من اللي عايش وفي طرف وفي رفاهية لا، حياته شاقة جدا، وما اعتقدش ان هو يعني كان يحب يقضي اجازات مع اسرته في اماكن يغير فيه جو زي ما بيقولوا ويروحوا يقضوا وقت بعيد عن المدنية، لا هو ما يعرفش الحكاية دي. حياته كانت جادة قوي وكانت كلها كفاح، واعتقد انه متعته الوحيدة ان هو يقدم العطاء للغير، مش بس العطاء المادي ولكن العطاء النفسي، الدعم النفسي، الكلام الطيب، ان هو يسند واحد وهو يعني تعبان روحيا متضايق نفسيا، يعرف يواسيه كويس قوي ويقول له قصص جميله ولطيفه. فهو بدون شك انه تعرض لحروب كتيره جدا خاصه في عمله، واحيانا يتعرض في حروب من الموظفين بتوعه يعني. انا اعتقد مره واحد موظف عنده مسيحي اختلس مليون جنيه، فهو مش صعب عليه المليون جنيه ولكن صعب ان هو قد ايه ساعد هذا الانسان وسنده وخلاه حاجه تانية خالص، ولما كبر عمل كده يعني. وفي حروب من الخارج يعني، افتكر هو مرة انتج نوع من الادوية بس انا ناسي اسمه دلوقتي الدواء ده، لكن الدنيا هاجت ودكاترة كلية الصيدلة قامت وحربته واعتبرت الدواء ده خطير جدا، وبعد ما صرف ملايين عشان ينتج الدواء ده لان كان فعلا دواء كان هيبقى ناجح قوي في مصر، بس ناسي الاسم الحقيقة، فاضطر انه يوقف الدواء ده نتيجة شدة الهجوم اللي عليه. بمعنى ان هو كان هيسحب البساط مثلا من ادوية اخرى في السوق او ادوية كان الناس لسه بتبحث ان هي تنزلها مستقبلا؟ لا اعتقد ان هو كان حدث عمل ضجة اعلامية كبيرة جدا لانه دواء
يعني يعيد او الصحة تبقى قوية وكويسة، وما جاش مصر قبل كده، ما نزلش في مصر، حاجة جديدة ودواء جديد ويسمعوا عنه لكن ما يعرفوهوش، فقال انتجوا في مصر. فلما انتجوا ونزل في السوق فعلا اتهاجم بقى، في ناس ما تحبش النجاح يسموهم اعداء النجاح. وكأن دكتور ثروت هنا ما كانش فقط مصنع للأدوية، كان باحث اذا جاز التعبير. لا برضو انتجه، كان منتج. لا انا بقصد ان هو مش مجرد بس ان هو بيصنع أدوية، لا هو كان بيصنع وكان بيبحث. بالظبط. طبعا طبعا بيحب، عاوز يفيد البلد، عايز يفيد الناس، عاوز يعني مصر دي تبقى فيها كل حاجة، مش ناقصها حاجة من الأدوية والأدوية المتميزة في الخارج يعني. تمام. لا في حروب كتيرة طبعا طبعا. حياته ما كانتش سهلة. ممكن نفكر حروب شيطانية يا سيدنا؟ كان بيحكي لنيافتك عن حاجة زي كده؟ هو ما كانش يقول عليها شيطانية يعني، هو كان يقول في حروب بتيجي، في الدنيا قايمة عشان كذا، في ده بيقول كذا ده بيعمل، يعني بيعتبر ان ما هيش حرب شيطان، لكن حرب من اعداء الخير يعني، او اعداء النجاح يعني. تمام. سيدنا يمكن لفت نظر النهاردة أنه الكنيسة كانت أجراسها بتدق فور وصول الجسد للكنيسة، دلالة دق الأجراس ومعناها هنا عندنا إيه يا سيدنا؟ بتدق ثلاث مرات حزين يعني، بتعلن يعني أن إنسان بنحبه وعزيز علينا وابن من أبناء الكنيسة فارقنا، فالفرح لي والحزن لينا ان هو فارقنا وان هو تركنا، وان احنا هنفتقد قدوة ومثل وبركة كبيرة، ودي مشاعر انسانية يعني، ما نقدرش نقول لحد ما تحزنش، صحيح لا تحزنوا كالباقين يعني، ما هوش الحزن بقى القاتل او اللي يقبض النفس وبلا رجاء وبلا وفي يأس كبير وفي ممكن تجديف على ربنا، لكن الحزن للفراق والحزن على نفسنا ان احنا لازم نستعد لليوم ده هوت، لان كلنا هنفارق العالم ده في يوم من الايام، فنحزن على خطايانا، نحزن على ان احنا ما عملناش كفاية في حياتنا عشان ننتظر هذا اليوم ونلاقي إلا قال النفيسة اللي يعني ربنا محوشها لنا فوق بعد عمر طويل ليكم جميعا. أمين، ربنا يخلي نيافتك لنا. سيدنا يمكن احنا كنا اتكلمنا عن موجز لمرحلة الشباب، ونيافتك صورت لنا ازاي ان هو بالفعل كان عنده عقل متزن، استطاع من خلاله ان هو فعلا يكون دكتور ثروت باسيلي. لو نتكلم على المراحل بقى المختلفة في الحياة، يعني اي موقف او اي حتى سمة في الشخصية نيافتك تحكي لنا عنها في المراحل المختلفة، اولا الشباب، ثانيا النضج ما بعد الاربعين، ثالثا فترة ما بعد الستين. هو الدكتور ثروت باسيلي ربنا يعني كان بيعده بأنه يبقى الدكتور ثروت باسيلي من البداية يعني، هو نشأ في طفولته في بلد اسمها ميت غمر. في الوقت ده كان فيه صيدلي شخص تقي جدا وخادم أمين في الكنيسة اسمه الدكتور ملاك صادق، اللي هو من أولاده دلوقتي أبونا بشوي ملاك صادق في نيويورك في أمريكا، ومدام ميري ملاك صادق اللي هي كانت مذيعة في لوغوس. فهو تأثر بشخصيته قوي، لأن ناس كتير قوي اتكلمت عن شخص الدكتور ملاك صادق ده. وبعد كده لما خد الثانوية العامة راح بيت الشمامسة في الجيزة، فكان المشرف الموجود في الوقت ده هو الدكتور الأستاذ سمير خير سكر اللي هو نيافة الأنبا بخميوس، كان هو اللي بيشرف على البيت، فاتأثر برضه بشخصية نيافة الأنبا بخميوس، وكان تحت إشرافه، وكان زميله في الوقت ده برضه الأستاذ مختار المنياوي اللي هو نيافة الأنبرويس،
فكان البيئة أو المجتمع أو المجموعة اللي حواليه كلها مجموعات ناضجة روحيا قوي ومتميزة جدا. وبعد كده هو ابتدى علاقته بنيافة الأنبا يؤنس مطران الغربية المتنيح أيام ما كان أبونا شنودة السورياني اللي هو كان بيطلع كتب بستان الروح. فهو دكتور ثروت في الوقت ده خده كأب اعتراف لي، يعني اللي هو أبونا شنودة السورياني كان أب اعتراف الدكتور ثروت، وأرى الكتب بتاعته بستان الروح الجزء الأول ده كان مؤثر جدا، ويعني في زمن كانت الكتب حاجة نادرة قليلة قوي لما تلاقي كتاب. والدكتور ثروت قال لي بنفسه يعني ان هو في الفترة دي برضو اتأثر بكتاب انطلاق الروح للأستاذ نظير جيد اللي هو قداسة البابا شنودة الثالث. يعني بيقول لي انا من كتر تأثري بالكتاب ده قريته 20 مرة، لان الكتاب ده أثر فيا جدا جدا. في الوقت ده كان البابا كرولوس موجود، بس ما اعتقدش ان الدكتور ثروت كان له علاقة بالبابا كرولوس، كان يسمع عنه. لكن بعدين بعد نياحة البابا كرولوس هو حب البابا كرولوس جدا جدا، يعني بقى عنده البابا كرولوس ده حاجة كبيرة خالص. وطبعا انتوا عارفين ان هو خد عربية البابا كرولوس وحطها في المصنع. تمام. وكان بيقال كمان ان هو كان معاه قلم محتفظ بيه من البابا كرولوس ويحب ان هو يمضي بيه. ايوه بالظبط. كان وهو داخل المصنع الصبحية يفتح الباب ويعمل مطانية عند رجلين المكان اللي بيقعد فيه البابا كرولوس ويصلي أبانا الذي ويدخل المصنع كل يوم الصبح يعمل كده. فهو يعني يعني من جوه في تدين كبير قوي، وتربى مع ناس عمالقة يعني الحقيقة في الروح. لا وهو طبيعته مستعدة لكده، يعني هو بيقرأ وشغوف باللي بيقراه وبيطبقه، ويعني نقدر نقول ان هو عاوز يعني يوصل بكل طاقته وكل امكانياته وكل روحه وكل نفسه لان هو يحب ربنا على قد ما يقدر وتسمح له الظروف. يعني واضح من كلام نيافتك انه كان بيأثر فيه اولا طبعا الاب، ثانيا الكتاب المقدس، ثالثا العلاقه ما بينه وبين المرشدين الروحيين، رابعا القراءه بشكل عام. ايه كمان يا سيدنا كان بيأثر في شخصيه، وخلينا نقول مش بس شخصيه لكن في رحله حياه وعطاء دكتور ثروت باسيلي ككل غير العوامل اللي احنا ذكرناها؟ اعتقد كان تأثير والده، يعني والده كان بصفة عامة، لان والده كان صارم قوي وكان بيلزم البيت ببرنامج معين، يقوموا الصبح بدري بيرنمهم بيصلهم بيقروا الكتاب المقدس، العودة للبيت مش قبل بعد 9 بالليل ما فيش حد يدخل البيت، ففي قوانين وفي يعني حياته تكونت واترتبت بهذه الصورة، الصورة الجدية في الحياة الروحية. يعني الحياة الروحية مش حاجة يعني كده لطيفة وحلوة وبنقضي وقت كويس وده احنا بنروح الكنيسة ونروح النادي بتاع الكنيسة، لا، هو الجدية في كل فضائله، جدية حتى في تواضعه، يعني جد. صحيح، حتى في تواضعه كان جد. طيب احنا اتكلمنا عن تنشئته في مرحلة الشباب وتأثره بالقراءة وبالكتاب المقدس وخلفية طبعا تربية الوالد بالإضافة للقراءة والاطلاع والمرشدين الروحيين. ننتقل بقى للمرحلة اللي بعدها، مرحلة النضج ما بعد 40، ونتكلم بعدها على ما بعد 60. اتفضل يا سيد. مرحلة النضج اعتقد انها ابتدت في أسوان، يعني هو كون فتح الصيدلية بتاعته باسم صيدلية ثروت،
وما زالت موجودة لغاية النهاردة بنفس الاسم ونفس المكان. واللي موجودة فيها الدكتورة الصيدلانية الدكتورة نادية اللي هي أخت مدام إزيس مراته، هي ما زالت بتفتح الأجزخانة وبتشغلها يعني بتديرها. هو استفاد برضو في الفترة دي من وجود الدكتور نصيف بشاي. دكتور نصيف ده والد نيافة الأنبا سرابيون، وكان اتعلم خارج مصر، فكان الروشتة بتاعته كان يكتبها تركيب، مش يكتب الدواء، لا تتركب ازاي. فالدكتور ثروت استفاد من الحكاية دي لما كانت تجيله روشتة من الدكتور نصيف، يقول لي انا كنت انقل الروشتة عندي في دفتر معين، ودي كانت بدايتي في حب ان انا اعمل الأدوية. كنت انقل الروشتة واركب الدواء عندي، يعني كان الدواء التركيب هو اللي يعني اتعلم فيه الدكتور ثروت حكاية ان هو بقى يعمل مصنع أدوية ويشوف وينطلق ازاي بعد كده. واستفاد برضو من شخصية الدكتور نصيف، انه شخصية كان شخص عظيم جدا، ويعني رجل كان فيه نفس الحكاية، العطاء ومساعدة الفقراء، وكان له اسم جميل جدا في أسوان يعني. يمكن بدون قطع كلام نيافتك، كنت قريت حوار صحفي كان تم إجراءه مع دكتور ثروة بسيلي قبل أن يحطوا بعدة سنوات، كان بيقول حقيقة أنه بعد فترة الحرب، فبعد يمكن 67، في الفترة ما بين 67 و73 كانت الناس بتيجي من القاهرة تاخد الدواء التركيب من صيدلية دكتور ثروة. هل كان بيحكي لنيافتك حاجة زي كده؟ لا، أول مرة أسمع منك كده. لكن أنا هو قال لي أنا كنت بعمل الدواء التركيب ده وأكتبه عندي، وده يعني اللي إداني إن أنا يعني أعمل الأدوية بعد، أصنع الأدوية بعد كده يعني. تمام. طب لو اختتمنا بمرحلة ما بعد الستين يا سيدنا. ما بعد الستين كان طبعا الدكتور ثروت ابتدى بقى في انه يتنقل وينقل الأسرة كلها القاهرة. وافتكر اول مكان سكن فيه كان جنب كنيسة العذراء في ارض الجولف. هو انتقل القاهرة بعد سن الستين يا سيدنا، مش قبل كده؟ لا انا مش قبل كده طبعا، قبل كده بكتير، لان هو يمكن كده بكتير المصنع كان بيحاول ان هو ياخد رخصته، كان في اواخر السبعينات او يمكن في منتصف السبعينات وفي بدايه الثمانينات. لا، لما اتنقل مصر كان عنده 37 سنه. تمام، كان سنه صغير، انا بس ما حسبتهاش، لان سن الستين انا مش عارف بالظبط يعني مشيت الحياه ازاي بدون ما احسبها بالسنين يعني. تمام، خلينا نقول طيب اجمالي الفتره الاخيره من عمر دكتور ثروت بسيلي على الارض، لو نيافتك حبيت ان انت تلخصها لنا يا سيدنا، تلخصها لنا بايه؟ دي بقى لحظات الانطلاق بقى، يعني اللي ربنا يعني اداله كتير قوي قوي وعوضه كتير. وهو ارتبط شخصيا بالبابا شنوده ارتباط قوي جدا يعني، واعتقد ان هو كان اب اعتراف دكتور ثروت البابا شنوده في الفتره دي، وكان مرشده الروحي، وكان يعني محبته للبابا شنوده كانت حاجه يعني لا يعبر عنها صحيح. وكان البابا شنوده برضه في نفس الطريقه يحب رغم ان البعض حاول الوقيعه بينهم، ما ده بتحصل كتير. ما هو شاف كتير يعني، ما تفتكريش حياته كانت سهله. لا صحيح، لا حياته فيها كتير يعني. تمام، لكن المحبه كانت اقوى، وتعلق الدكتور ثروت بالبابا شنوده، ومدام ازيز برضو كانت متعلقه بالبابا شنوده قوي، والبابا شنوده كتير يعني كان يحبهم ويجاملهم ويقعد معاهم فترات. هي دي بقى مرحلة يعني، مرحلة النضج ومرحلة العطاء بلا حدود. مرحلة العطاء بلا حدود، بلا حدود، وفي إنكار بقى، إنكار تام يعني. أنا فاكر مرة في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل في أسوان، اللي بناها يعني
مهندسين وبالعدة الشغل المهندس نجيب ساويرس. فهو بعد ما خلص البنى خالص فضل البياض. فهو قال ان نجيب ساويرس قال البياض ده عليا. طب هيكلف كام؟ قال هيكلف مثلا 700,000 جنيه البياض فقط. تمام. فقال لا دي عليا انتوا ما تدفعوهاش بقى، كفايه اللي انتوا دفعتوه. فانا اتكلت على كده ان هو قال انا اللي هدفع. اتاري اللي حصل ان الاداره الماليه عنده في الشركه ما تعرفش ان هو قال ان هو اللي هيدفع، فعايزين يطالبوني فمش عارفين يطالبوني ازاي. فيعملوا ايه؟ يبعتوا للدكتور ثروت ويقولوا له ان كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان عليها 700,000 وما دفعوهاش لغاية دلوقتي، وانت كوكيل المجلس الملي ادفعوها من او يعني اتصرفوا. وبعتوا كمان احد الاباء الاساقفة التانيين برضو قالوا له ده عليه كذا وما دفعش او مش هيدفع، وانا مش عارف يعني. فالدكتور ثروت راح دفعها بمنتهى البساطة وما اديناش خبر، ما عرفتش، لان انا متكل ان نجيب ساويرس هيدفع. ففين الدكتور ثروت سمع حد بيقول ان انا هروح ادفع او يعني بفكر في دفعها او بسأل ايه اللي حصل؟ فاتصل بي وقال لي لا انت ما تشغلش بالك انا دفعتها خلاص، ودفعت لسيدنا الأنبا فلان دفعتها خلاص ما تشغلش بالك. طب مش تقول يا دكتور ثروت؟ قال لي ما ده فلوس ربنا، دي حاجة بتاعت ربنا بقى. مش أنا بشكرك يا سيدنا جزيل الشكر، شكرا جزيلا نيافة الحبر الجليل الأنبا هيدرا مطران أسوان وتوابعها، شرفتنا سيدنا، وبالفعل وجود نيافتك معنا النهاردة كان خير رسالة للتعزية، شكرا جزيلا. ده أنا اللي بشكرك اللي اديتيني الفرصة إن اتكلم بحرية عن الدكتور ثروت الصديق والحبيب والمثال والقدوة وعلامة من علامات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العصر الحديث. يعني بركت تكون معنا كلنا إن شاء الله. أمين أمين. أشكرك يا سيدنا وتعيش وتعلمنا. شكرا جزيلا لنيافتك، وشكرا جزيلا لكل مشاهدينا على المتابعة. والحقيقة النهاردة بعد يمكن يوم حاولنا أن احنا نغطيه بكل طاقتنا، نظرا علشان احنا بالفعل من جوانا عايزين نوفي هذا الرجل البار يمكن جزء بسيط من حقه علينا. ف على طيلة الأيام دي مش بس النهاردة الحقيقة لما بنفكر وبنقول إحنا ليه بنحاول نرثي وننعي ونودع دكتور ثروت بسيلي بهذا الشكل، الإجابة الحقيقة في الكتاب المقدس. هو اللي طالبنا أن إحنا نمدح الرجال النجباء، لنمدح الرجال النجباء أباءنا الذين ولدنا منهم، رجال غنى واقتدار فاعلي سلامة في بيوتهم، أولئك كلهم نالوا مجدا في أجيالهم وكانت أيامهم أيام فخر. أعتقد أن كل كلمة من هذه الكلمات بتنطبق بالفعل على الرجل النجيب دكتور ثروت بسيلي، وعلشان كده إحنا بنمدحه علشان نكرمه زي وعد ربنا وعشان نتعلم منه. والحقيقة مش بس استنادا على كتاب المقدس فقط لغير كتابنا اللي بنعتز به إلى الأبد وإلى ظهر الدهور والحرف واحد منه أبدا لا يزول، لكن كمان استنادا على مشاعر حضراتكم، حضراتكم اللي انطلقتم بعفوية بحب بطلاقة تتصلوا بينا، وفي كل اتصال كان فيه وصف بعفوية. البعض لقبه بأنه مدرسة الحب، أنه رسول العطاء، أنه محب الفقراء، أنه تمثل بسيده علشان يكون بالفعل مفرح للقلوب. خالص التعازي للجميع، للكنيسة، لقداسة البابا، لسيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا هيدرا الصديق المقرب والحبيب، لتنيح دكتور ثروت، وخالص التعازي للمشاهدين، وأخيرا طبعا خالص التعازي للأسرة الكريمة، الأستاذ إليا ثروت بسيلي، الأستاذ جورج ومدام منى ومدام نيفين، وفي مقدمة الجميع رفيقة دربه والمقربة إلى قلبه وشريكة عمره مدام إيزيس. خالص التعازي للجميع وطلب صلاة من أجل أن بالفعل ربنا يعزيهم، لأن عن تجربة أعرف جيدا يعني إيه معنى أن احنا نفقد الأب على الأرض، لكن طبعا واثقين أنه هو في فرح وعرس سماوي. بتشعر يمكن وأنا أدرك
ندرك تماما الحقيقة المفهوم السليم لمعنى الانتقال والمفهوم السليم الحقيقة لأن احنا نحزن لكن برجاء، لكن أكيد بنحس بالمشاعر الرقيقة الضعيفة بتاعت البشرية إن احنا كان عندنا جبل صلب وعتيد وكنا مسنودين عليه بكل طولنا، ممكن من نلتفت من لقيهوش، لكن أكيد رسالة التعزية المثلى هي عبر صلاتنا علشان ربنا بالفعل كعادته دايما يوفينا بوعده لينا ووعوده الجزيلة الرحيمة إنه أبدا لا يتركنا يتامى. وبوعد ربنا ده أنا واثقة الحقيقة إن الأسرة بالفعل ربنا هيلمس قلوبهم لمسة تعزية، وكل أسرة فقدت بالفعل الجبل اللي كانت مستند عليه هتستند بصلوات أبيها اللي انتقل، وهتستند أولا وأخيرا بربنا اللي بعث لهم الأب في الأساس وهو اللي استرد ودعته أيضا في الأساس. شكرا لحضراتكم، ونشوف بكرة حضراتكم طوال اليوم. بكرة إن شاء الله من 7 لـ9:30 هيكون القداس الإلهي، وهيكون بالفعل موجود جسد دكتور ثروة بسيلي، والجنازة هتكون الساعة 1 ظهرا في كنيسة القديسة العذراء مريم والأنباء أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر. وبعد غد الأحد إن شاء الله يكون العزاء في الكاتدرائية المرقوصية بالعباسية. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.